تمام كده. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعة؟ يعني توحشتوني والله. النهاردة هنتكلم عن الفارم كي بي ايز. سريعا كده، المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن هيكل المزرعة، الفارم والكاوز والكوفز وتقسيمتهم، وقلنا ان احنا بنقسم الكاوز على حسب الديز الميلك، وعلى حسب كمان هي ميلكينج ولا دراي، وقسمنا الكوفز وقلنا ان في حاجات بتبقى فطام، وفي حاجات جروينج، في اندر انسيمينيشن، وفي بريجننت هيفر، واتكلمنا عن العجول اللي موجودة، واتكلمنا عن الهيراركي اللي في المزرعة نفسها، واتكلمنا عن مدير المزرعة وصاحب المزرعة والأقسام المختلفة في المزرعة، واتكلمنا كمان عن حاجة اسمها الستاندرد اوبريشن بروسيدور او الستاندرد اوبريشن بروتوكول، واتفقنا مع بعض ان احنا كلنا هنقعد مع بعض نحط الستاندرد اوبريتنج بروتوكول بتاعنا او بروسيدور على حسب امكانيات مزرعتنا وعلى حسب التيم اللي موجود، واتفقنا ان احنا هنكتبه بصيغة مبسطة عشان العامل يفهمها والدكتور اللي لسه متخرج يفهمها والمهندس الجديد اللي يفهمها ومديرين الاقسام يفهموها. واتكلمنا عن الاي ار بي سيستم وازاي الاي ار بي سيستم ده بيحكم كل تعاملات المزرعة، واتكلمنا بعد كده عن برنامج إدارة المزرعة، وإحنا النهاردة هنكمل المسيرة اللي إحنا بدأناها المرة اللي فاتت، لكن زي ما اتفقنا إنه إحنا في الستاندرد أوبريتنج بروسيدور بتاعنا إن إحنا بنرجع مارشدير لورا، يعني بناخد الهدف اللي إحنا عايزين نوصل له وبنرجع لورا بنشوف الخطوات اللي إحنا بنعملها وازاي الـ نحقق الاس او بي ده وازاي نطور في المزرعه عندنا. فاصبح عندنا حاجه تانية ظهرت، ان احنا في حاجه اسمها الكي بي اي او الكي بيرفورمانس انديكيتورز او اللي هي مؤشرات النجاح، وده هو العقد المبرم ما بينك وما بين مدير المزرعه. بمعنى أنا دلوقتي عايز أشوف إيه اللي أنا عايز أعمله السنة دي، يعني إحنا داخلين على 2022 دلوقتي، والمزارع دلوقتي كلها مشغولة بالموسم ومشغولة بكل حاجة ومشغولة بالبقر وعايزة تعشر البقر واللبن ومش اللبن والمطر والكلام ده كله، لكن بتنسى تحط إيه المطلوب مننا السنة الجاية، إيه المطلوب المزرعة توصل له. فعشان كده في حاجة اسمها الكي بي اي، ودي احنا بنحطها في البداية، يعني ما ينفعش في نص السنة اجي اقول لك انا هغير الكي بي ايز، انا هغيرها. الكلام ده طبعا مش صحيح ومش منظم، لازم اكون منظم ومنمق جدا 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 جدا، وابتدي السنة انا حاطط الكي بي ايز بتاعتي والاهداف اللي انا عايز اوصل لها السنة دي اللي انا مش هسمح باقل منها. تمام. وفي نفس الوقت برضو ما اعملش اوفر للكي بي اي دي، وهنعرف ازاي ان ممكن تبقى فيه حاجات انا احقق فيها رقم كبير، يبقى اصلا الكي بي اي دي من الاول ما كانتش محطوطه مظبوطه. تمام. فتعريف الكي بي اي هي انديكيتور سيت ات ذا بيجيننج، زي ما قلنا في البدايه، اوف ا جيفنج بروسيس تو اكسس الاوفرول بروجريس اند تو ايدنتيفاي ذا ريزلت اتشيفد. فهي لازم تتحط في البدايه، ما ينفعش اجي في نص السنه اقول اصل انا غيرت الكي بي ايز بتاعتي، اصل انا غيرت اللي مش عارف ايه. هنعرف النهارده يعني ايه كي بي اي وايه الحاجات في ثلاث اقسام في المزرعه، قسم الرضاعه وقسم العجلات بصفه عامه من بعد الفطام حتى الولاده والعرج. النهارده هنعرف عنهم اوفر فيو،
والمحاضرة اللي بعديها هتبقى عن الفيرتيليتي والهيلث، والمحاضرة اللي بعديها هنبقى ازاي نحط الكي بي اي دي، وازاي نقارن اخر 4 سنين عندي في المزرعة، ايه اللي انا عملته، ايه اللي انا حققته، وكل سنة النمو عندي بيحصل قد ايه. فبسم الله الرحمن الرحيم هنبتدي. فعندنا اول حاجة هنتكلم فيها هي قسم الرضاعة. وقسم الرضاعة حقيقي هو مش حاجة للوقت الراهن، لا، انت الانفستمنت او الاستثمار اللي هتدفعه دلوقتي في العجول دي وهتصرفه على العجول هو اللي بعد كده هيحدد العجلة دي بعد كده هتبقى عاملة ازاي. يعني لو انا ما اهتمتش بالعجلة وهي لسه رضيعة، العجلة دي مش هتنفع مهما عملت معاها ومهما حاولت بعد كده ومهما عملت لها فلاشنج في التغذية ومهما عملت أي حاجة، مادام الكيك ستارت نفسها اللي بدأت بيها كانت ضعيفة، هيفضل الإنتاجية والبرودكشن بتاع هذه العجلة لغاية آخر موسم تمشي فيه في المزرعة ضعيفة. طيب ايه هم الكي بي ايز او اهم كي بي ايز دول؟ التسع كي بي ايز دول انا اخترتهم، في طبعا كي بي ايز اكتر من كده بكتير جدا 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 جدا، لكن انا مهمتي اني ادي لك الفكره وانت بعد كده تبحث وتدور وتشوف الدنيا عامله ازاي، وتحط لمزرعتك الكي بي ايز بحيث ان انت تحط كي بي ايز ما تعرفش تحققها ومزرعتك امكانياتها ما تسمحش تحققها، ولا تحط كي بي اي سهله ما تعملش تشالنجز او ما تعملش تحدي للقطيع للناس اللي شغاله في المزرعه ان هم يطوروا المزرعه. الهدف من الكي بي اي هو تطوير المزرعه وان هي كل سنه تبقى احسن من السنه اللي قبلها. فالتسع كي بي ايز اللي احنا هنتكلم عنهم هو زي ما اتفقنا احنا بنرجع مارش دير زي ما قلت لك، فعشان كده انا طريقه تفكيري ان انا برجع لورا. فهو ايه؟ انا بربي العجلات ليه؟ عشان تتفطم، فيبقى الكاف لايف ويت وزن العجله عند الفطام، وعشان اوصل لوزن العجله وعمر العجله عند الفطام لازم يبقى فيه معدل تحويل وزياده يوميه اللي هو الديلي لايف ويت جين توينينج. وفي كي بي اي تاني هو مش في الرضاعه لكن انا لازم اوضحه، اللي هو الكافنج ريت او الكاف كروب او الكافنج ريت، وهنشرحه بالتفصيل. الستيل بورن هتقول لي طب انا مالي انا دكتور في الرضاعه، هقول لك لا ده مهم جدا جدا جدا، وهشرحه لك ليه مهم بالنسبه لك انت دكتور في الرضاعه او مهندس مدير الرضاعه، او لازم يبقوا الاثنين دول في مخك، الكافنج ريت والستيل بورن الاثنين دول لازم يبقوا في مخك كويس جدا جدا حتى لو انت مش مسؤول عن حاجه غير الرضاعه. ثم الكاف مورتاليتي من عمر 3 ايام ل 60 يوم، ثم من 60 يوم ل 365 يوم، ثم من 365 يوم للولاده. ثم نسبه العجلات لنسبه الذكور، وهنشرح هتقول لي برضو انا دكتور في رضاعه انا مالي، او انا مهندس في رضاعه انا مالي بالكلام ده، انا اللي هيتولد عندي خلاص. لا، هقول لك انت ممكن بتنبيه صغير انت تنبهه لقسم التناسليات ولمدير المزرعه يتم فيه حاجات كتيره جدا في الموضوع ده وهنشرحها برضو. ثم العجله دي بعد ما اتفطمت عندك في الرضاعه، بعد ما اتفطمت اخبارها عامله ايه؟ ثم هنتكلم على الانسيدنس اوف نمونيا والانسيدنس اوف سكاورز. وهنا احنا لازم نخلي بالنا من حاجه، ان النمونيا والسكاورز مش بس رعايه، دي حاجه جيناتكس، فممكن برضو عن طريق ان انت دكتور في الرضاعه تنبه المزرعه تقول لهم يا جماعه السيمن اللي احنا بنرضع بيه العجول اللي احنا لقحنا بيه الابقار جايب عجول مناعتها وحشه والفيتاليتي بتاعتها وحشه، فلازم الحته دي نشرحها برضو في الرضاعه. فهنبتدي بسم الله الرحمن الرحيم.
أول حاجة الكاف لايف ويت ات ويننج، وهي ال كي بي اي دي بتتحسب بطريقة معينة، وأنا هفرجك إزاي تحسبها. عشان الأول يبقى عندك كي بي اي للوزن عند الفطام، يبقى إذن أنا الأول لازم يبقى عندي الوزن عند الولادة. مزارع كتير جدا جدا ما بتوزنش العجل لما بيتولد، ودي حاجة خطيرة جدا 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 جدا، انتوا مش متخيلينها ومش متخيلين قد ايه الخمس دقايق اللي العجل هيتشال فيهم ويروح للميزان في قمة الأهمية. تمام، فدي المعادلة بتاعت الكاف لايف ويت ات ويننج، وهنشرحها، وعايزكم تبصوا معايا على شيت الإكسل ده في قمة الأهمية. دكتور أحمد، هو باين شيت الإكسل ولا لازم أعمل شير سكرين للشيت الإكسل؟ دكتور أحمد، يا جماعة واضح شيت الإكسل واضح؟ لا لا مش باين، ما فيش حاجة باينة يا دكتور لسه. معلش معلش اهو كده بان، كده بان. لا برضه، لا برضه. كده بان كده. ايوه، بصوا بقى يا جماعه على الكلام العملاق ده. المعادله دي مهمه جدا. هنفترض ان احنا النهارده يوم 18/12، وعندي العجله رقم 1001 اتولدت. تمام، 1001 دي البيرث ويت بتاعها، تمام، عند 35، كان 35 كيلو. تمام، وانا حاطط ان انا هفطم العجلات على 90 يوم. تمام، يبقى انا محتاج معدل زياده يومي قد ايه؟ تمام، عشان كده يا جماعه موضوع الاكسل ده خطير جدا، ولازم كل طبيب بيطري ومهندس زراعي ومشرف وصاحب مزرعة ومربي يعرف يشتغل على الإكسل دي، كده بيز لازم يعمله. فأنا لو عندي معدل تحويل 400 جرام في اليوم، اللي أنا بشاور عليه على الماوس ده، اللي هو projected gross rate tweening، إن أنا محتاج 400 جرام، فكده معناه إن أنا على اليوم التسعين هيبقى وزن العجل عندي 71 كيلو. فساعتها كده انا ما حققتش، كده انا هتاخر اكتر من ال 90 يوم اللي انا قلت انا هفطم فيه. لازم العجله تبقى جاهزه خلاص، تدخل فيها على حظيره مش هتاخد لبن، هقطع عنها اللبن. فاذا 400 جرام مش هيكفي. طيب لو انا قلت انا هخليها 700 جرام، الاكسل باين؟ طيب اكيد باين. تمام، يبقى انا كده لما خليتها 700 جرام، تمام، بقت كام؟ بقت 98 كيلو، صح؟ نفس الكلام برضو يا جماعه، زي ما قلنا 98 كيلو ده وحش مش حلو. ليه؟ لان الكي بي اي دي عندي المفروض ان انا اوصل لها كده. الباوربوينت اشتغلت واضحة؟ شغال يا دكتور، الصفحات كلها شغال. تمام، يبقى احنا بص، شوف بقى حضرتك، انت عايز الويننج ات 3 مانثز تبقى العجله دي وزنها من 115 كيلو ل 120 كيلو. تمام، يبقى انا كده محقق هنا في شيت الاكسل بتاعتي دي. هل انا محقق؟ بصوا كده، كده شيت الاكسل بانت، صح؟ شيت الاكسل بانت. تمام يا دكتور، تمام. يبقى انا هنا عامل 98 كيلو عند الفطام، يبقى كده ان انا لو العجل عندي هيزيد 900 جرام برضو مش هوصل للزياده المطلوبه. طب لو خليتها 800 جرام، 107 كيلو، قربت، صح؟ يبقى انا كده قربت. طب لو خليتها 0.9 جرام، كده الكلام بدا يحلو، كده انا بدأ وصلت ل 116 كيلو عند 3 شهور. تمام، يبقى كده
الكي بي اي دي تمام مناسبه، يبقى انا التارجت بتاعي ان انا على الاقل اعمل 800 جرام في الايه في اليوم. طيب هل اسيبها كده سداح مداح؟ لا، لازم في النص عند بعد عند 63 يوم، 63 يوم من الولاده لازم اعمل وزنه للعجل واطمن هل هو جاب الوزن ده ولا لا. ودي حاجه خطيره جدا جدا، شيت الاكسل دي مهمه جدا 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 جدا، ان حضرتك تسجل كل كبيره وصغيره في المزرعه. هنعمل اكسرسايز مثلا، العجله رقم 1007 اتولدت تمام، البروجكتد جروث ريت ده اللي هو 0.8 دي هتبقى ثابته معانا ان هي هتبقى الرضاعه كلها تمام. البروجكتد دايز 90 يوم برضو ثابته معانا تمام. طيب البيرس ويت، هنقول مثلا العجل رقم 1007 ده اتولد وزنه 42 كيلو تمام، والبيرس ديت بتاعه اتولد في شهر 12 يوم 30 تمام 2021 تمام. طيب اللايف ويت ادوينينج، شوف حضرتك في هنا في هنا الحته بتاعت الفانكشن فوق هنا دي، هتدخل عليها المعادله اللي فوق. هتدخلها ازاي؟ اول حاجه هتدوس ايكوال تمام وتفتح براكت. حلو، ايه البروجكتد جروث ريت بتاعنا؟ ال 0.8. هتروح تقف على ال 0.8 دي وتقول له اوكي، ثم ملتبلاي ايه، هتقوم تدوس على شيفت و8 ملتبلاي البروجكتد ديز بتاعتك اللي هي كام؟ 90 يوم، وتقفل البراكت زائد البيرس ويت بتاعنا. احنا قلنا البيرس ويت بتاع العجل ده كانت ولد 42 كيلو مظبوط صح كده؟ صح كده، وتقفل البراكت تاني. في حاجه غلط، ثانيه واحده، البراكت الاخير ده مش لازم اهو، يبقى 114 ايه كيلو، يبقى هو هيوصل 114 كيلو بعد امتى؟ في انهي تاريخ؟ هتقوم حضرتك تطلع على البروجكتد لايف على انهي تاريخ الديت اوف ويننج بتاعه، هتقوم حضرتك تاخد الديت اوف بيرث، تاريخ الديت اوف بيرث بتاعك، وتعمل له اد زائد 90 يوم ايكوال الديت ده زائد اللي هم ال 90 يوم، ال 90 يوم اللي احنا قلنا ان هم اللي هم ال 90 يوم اللي احنا اتفقنا عليهم. وهنا ده تقول له ان ده فورمات سيلز خليه ديت برضه تمام. هيطلع لحضرتك هنا التاريخ ديت اوكي تمام. هو دكتور بس عشان البيرث اوف ديت اللي هو ده ما تكملش 21، معمول 201 فين؟ عشان كده عامل ايرور في الفاليو. والله البيرث اوف ديت بتاع العجله 1007 اللي هي لسه مولوده دي عشان البيرث اوف ديت ما كتبش عشان كده عامل ايرور في الفاليو. يا فنان انا احب بقى الكلام ده يعني يا جماعه شوف والله العظيم باشا اهي 30/3 تمام. تيجي بقى انت في اليوم ال 63 يوم، ال 63 يوم بعد الولاده من يوم 30/12 وتعمل وزنه وتطمن ان العجل ده وصل الوزن ده. هو حقيقي انت لازم كل اسبوع على الاقل لو معكش ميزان في شريط، في شريط بتاع وزن تمام. الشريط بتاع الوزن ده على الاقل كل اسبوع لازم تطمن على وزن العجول بتاعتك، وساعه لما انت حضرتك هتعمل الشيت ده هتعرف بقى لو انت العجول عندك بتنمو باسرع في وقت اسرع تمام، ساعتها انت تشوف هل انا بصرف كده مصاريف كتير على العجول، انا بضيع لبن، اللبن ده المفروض ابيعه، هل انا اللي ممكن اقلل المصاريف دي والعجل يوصل لل 114 كيلو ده بطريقه تانية احسن، ولا هو بيوصل للوزن ده قبل 90 يوم ولا بعد ال 90 يوم. يبقى كده حضرتك اطمنت ان انت واصل ومحقق الكي بي ايز بتاعتك اللي انت متفق عليها. يبقى انا اتفقت على 90 يوم، اتفقت على 80 يوم، اتفقت على 75 يوم، ابقى انا عارف العجول بتاعتي المفروض
كل يوم تحاول قد ايه. طبعا مش كل الايام، ده متوسط، لكن في فتره العجل فعلا لو عمل الكيك ستارت الاولانيه وخد الكولوستروم بتاعه وانت محافظ على الكاف ويلفير، هو هيوصل بالفعل للبروجكتد دايز بتاعته والبروجكتد ويت اللي انت حاطه. تمام، دي اول معذره يا دكتور، انت بتثبت اللي هو الوزن عند 63 يوم، دي حاجه ستاندر ولا لا إيه؟ دي حته في النص، دي وزنه لازم تترفع على البرنامج، تترفع تمام. عشان تعرف انت واصل صح ولا غلط، عشان لو في عجل يعني حضرتك العجل 1006 ده مثلا ده هو ده، او 1005، خلينا ناخد العجل اللي هو اللي كان 32 كيلو ده، اللي هو 1003 اللي انا معلم عليه ده، هو اتولد 32 كيلو حقيقي. الو انت سامعيني؟ ايوه معاك يا دكتور. هو اتولد 32 كيلو، فالعجل ده اصلا هي اي عجله هولشتاين بتتولد تحت ال 35 كيلو بتجيب 500 كيلو لبن اقل من اخواتها، والكلام ده احنا هنشرحه بعد كده. تمام، فانت عجله زي دي هي 32 كيلو، لو انت جيت لو 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 انت لو هي جت على ال 63 يوم ولقيتها جابت اعلى من ال 82 كيلو، طيب انت حضرتك كده مطمن، يبقى انت كده تعليماتك، لان انت من الاول انت عامل الشيت دي وهتديها لدكتور الرضاعه وهتديها لمهندس الرضاعه وهتديها لعمال الرضاعه وتقول لهم اهتموا بالعجله دي اكتر، لحسوها علف، قولوا لي بتسحب علف قد ايه كل يوم. تمام، لا مانع ان اعمل لها رضعه زياده، لا مانع ان انا ادفيها، لا مانع ان انا هي اصلا مولوده ضعيفه فانا بحافظ عليها. فالشيت دي جايد ليك انت، الشيت دي جايد ليك انت، انما ان انت تاخد العجل من حظيره الانتظار وتروح تجرعه السرسوب وتطهر له السره وتروح ترميه من غير ما توزنه، دي اكبر غلطه ممكن تعملها، دي اصلا بدايه غلط في الاول، لان الوزن ده من كل اسبوع بيقول لك العجل ده فيه مشكله ولا لا، لو انت ما عندكش سيستم مراقبه للعجول، وهنتكلم فيه تاني، هنتكلم فيه باستفاضه، يعني احنا شهور. تمام، فاحنا عندنا 5 critical control points لازم ابقى انا واخد بالي منها. تمام، وعاملها وقايل لهم ده بروتوكول. اول حاجه النظافه بتاعتي، تطهير السره، نظافه البوكسات، نظافه الحاجات دي كلها. تاني حاجه الكولوستروم، السرسوب 4 لتر، لازم 4 لتر كل في اول مش in the first 6 hours، in the first 30 minutes، او لو حضرتك بتحصن في تحصين لازم يتاخد للعجل، يبقى بعد النص ساعه من التحصين تنفخ العجل سرسوب، تضغطه سرسوب. تاني حاجة الكومفورت بقى، خلي بالكم يا جماعة هنا في حاجة مهمة جدا، بوكس الرضاعة تمام، انزل واقعد عليه بركبتك، انزل واقعد عليه بركبتك، لو ركبتك وجعتك او لو ركبتك شوكتك او لو ركبتك اتبلت، البنطلون بتاعك اتبل تمام، يبقى العجل ما ينفعش يقعد فيه، ما ينفعش. هتقول لي انا فرش وقش، هقول لك ما فرش وقش، والقش اصلا مبلول من تحت. تقول لي انا جايب، اصل انا جايب مطاط، طب جايب مطاط وبرده بيوجع العجل وما ينفعش. هتقول لي انا حاطط صبه، هقول لك صبه ايه اللي هتحطها؟ انت تقدر تنام على الصبه؟ فلو انت ما قدرتش تقعد في البوكس ده، العجل ما ينفعش يقعد في البوكس ده. تمام؟ تاني حاجه برده الفنتليشن، التهويه بتاعت المكان. ساعات بتدخل رضاعة ما تقدرش، تحس انت عايز ترجع، فلو لو لو ما فيش تهوية كويسة، العجل ده مش هيعمل الكي بي اي بتاعتك ومش هيحقق الكي بي ايز بتاعتك. تاني حاجة، رابع حاجة الكالوريز، سواء الكالوريز اللي جاية من الاعلاف، او الكالوريز اللي جاية من الالبان، او اللي جاية من بديل اللبن، دي حاجة مهمة جدا 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 جدا. والكونسيستنسي بتاعتك، بتاعت الفيدنج بتاعتك اكوردنج للسكادول بتاع المزرعة. ساعات يا جماعه بنخش عند عجول، امسك العلف بتاعهم ابص الاقيه بودره، عارفين يعني ايه بودره؟ فدي دي مشكله كبيره جدا، دي كارثه يا جماعه كبيره. ليه؟ البودره دي العجل بيشمها، يجي ياكل بيشم البودره دي،
تعمل له مشاكل تنفسيه، والبودره دي فيها نشا وكانك مديله دقيق من الاخر، الدقيق ده يتخمر بسرعه يعمل للعجل اسيدوزس والعجل يموت. تمام؟ يقول لك ايه اسباب النمونيا عندي؟ اسباب النمونيا عندك اهي، لا هو تحصين ولا هو اي حاجه، حضرتك مدي العجل، العجل بيشم بودره اصلا، قاعد بيشم بودره. فايه افضل حاجه للعجول الصغيره؟ افضل حاجه للزهور العجول الصغيره البيلتس. ليه؟ بيلتس تقعد 7 ساعات تتهضم، العجل قاعد بيعمل رومينيشن مستريح. حاجه زي البيوتريك اسيد مهمه جدا للعجول، وهنتكلم فيها بعد كده برضو باستفاضه. تمام؟ فدول 5 كريتيكال 5 بوينتس. عند حضرتك الرومينيشن العجل، تمام، تيجي تخش مزرعه يقول لك اصل انا بحط لهم العلف بعد 15 يوم. حرام عليك، انت ضيعت 15 يوم، ضيعت 15 يوم من غير ديفلوبمنت للرومن بتاع العجل. العجل المفروض على 21 يوم زي لو احنا بصينا هنا، لا هو بيعمل رومينيشن، بيعمل رومينيشن وبيعمل رومينيشن كتير كمان، معدي 350 دقيقه في اليوم خلاص بقى كرش. لكن ما ينفعش ياكل اعلاف خضراء، ما ينفعش ياكل دريس، ما ينفعش ياكل الكلام ده كله، وهنشرح الكلام ده كله لما نخش بقى في التغذيه ان شاء الله. تمام؟ تاني حاجه، العجل لما بيتولد بيبقى عامل لاترال ريكامبنسي، بتلاقيه نايم كده، تلاقي العجل بتخش على بتلاقيه نايم لاترال. احنا عايزين نساعد العجل ده انه ينام على الاسترنال، بيعمل استرنال ريكومبنسي. ليه؟ عشان العضلات وعشان الرومينيشن يحصل له ديفلوبمنت. كل ما العجل بدا يعمل استرنال ريكومبنسي ويقعد عادي زيه زي البقره، كل ما الرومينيشن عنده هيعمل له ديفلوبمنت. كل ما البوكس مش مريح للعجل والارضيه بتاعته مش مريحه للعجل، كل ما هو مش هيعمل استرنال ريكومبنسي، وهتبص تلاقي العجل نايم نايم عامل زي الكلب البلدي اللي في الشارع كده، وانت نازل للعربيه الصبح تبص تلاقيه نايم يعني حتى في صوره الكهف ذراعيه يعني. فانت لازم العجل يقعد زي البقره، ومش هيقعد كده. لو لقيت العجول عندك مش قاعده زي البقر، رجليها متنيه تحتيها وقاعد كده اسد في نفسه، تمام، العجل ده مش هيحصل له ديفلوبمنت في الرومن، ومش هيعمل رومينيشن، فمش هتوصل للكي بي اي بتاعتك. تمام؟ نيجي على حته زي الكافنج ريت، هي مكانها حقيقي في الفيرتيليتي. انا عارف ان هي مكانها في الفيرتيليتي، بس يعني السبب ان احنا هنذكرها النهارده هي حاجه معينه. لو حضرتك دلوقتي عندك 100 بقره، ال 100 بقره دول في منهم اللي هيحصل له ابورشن، مش هيكمل الحمل بتاعه، ودي حاجه طبيعيه جدا 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 في المزارع. يعني المفروض مثلا انت سبت عشار لابقار، وفي الجيستيشن بتاعه خلاص داخل على الجفاف، اجي اجس البقر ده ابص الاقي فيه بقر فاضي، ده طبيعي. بس نسبته كام؟ نسبته تبقى 5% بالكتير، قوي 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 قوي. طب لو انا جيت ولقيت فيه بقر كتير وانا بجس عشان اجفف لقيته فاضي، لا ده كده في مشكله كبيره، سواء امراض معينه او سواء اللي بيجس اصلا بيجس غلط. لو في فني بيجس في المزرعه بيجس اصلا البقر، او البقر اصلا ما بيتجسش وكله ماشي قاعد بيهمق. تمام؟ فمهم جدا ان انا اعرف الكافنج ريت عندي، وابقى انا متفهم ان هو 93%. لو عندي 100 بقره يبقى انا متوقع ان في 93 عجل جاييني، مش كل ال 100 بقره هيولدوا، ودي حاجه طبيعيه جدا. فالكافنج ريت احنا هنشرحها اكتر في الفيرتيليتي، بس انا حبيت اقول لحضرتك على الموضوع ده، تحطه في دماغك وتحط ان انا لما بلقح في بقر كتير بيعشر، لكن مش كله بيكمل العشر. في 10% في الاول بيحصل له فيلير اصلا نتيجه ان انا لقحت وقت مش مناسب، سواء بدري قوي او متاخر قوي. تمام؟ بعد 24 ساعه في 40% بعد 24 يوم من التلقيح
في 40% اصلا ايرلي امبريونيك مورتاليتي، وعشان كده غلط جدا ان انا اجي اجس على ال 25 يوم. يعني انا اجس على 25 يوم تمام، ده مش صح. ما افرحش ان انا نسبه العشاره عندي بتزيد وفي الاخر اجي اجس على ال 55 يوم ولا 60 يوم، ابص الاقي نص البقر ده اصلا مش عشاره وانا ثبتته عندي. فايه اللي هيحصل عندي على الكمبيوتر؟ فالكمبيوتر هيقراها ابورشن، فزودت الابورشن بتاعي. لكن انا لا، انا جس على 35 يوم، اصبر 10 ايام واجس بس ابقى ضامن ان انا البقره اللي جسيتها دي مظبوطه، او استخدم الحاجات الحديثه اللي جت زي البريجننسي تيست، تاخد نقطه دم واشوف اصلا على ال 28 يوم واجل الجس لغايه ال 50 يوم. فده برضو حاجه هتفيدنا وهتقلل لي ان الكمبيوتر يحسب لي ابورشنز هي اصلا كانت نورمالي هتحصل. يعني هو كان في 40% اصلا كده كده هيحصل فيها حاجه زي كده الامبريونيك ديس. برضو لو الايرلي امبريونيك ديس ده عندي عالي، ده معناه مثلا حاجه زي البلاد يوريا نيتروجين عالي عندي، ودي هنقولها في يوم التحليل ان شاء الله وهنشرحها باستفاضه برضو. طيب لما بعد ال 60 يوم عندي 7 ل 20%، من 40% نزلت ل 7 ل 20% تمام، ودي برضو انديكيتور لحاجه زي البي في دي عندي في المزرعه، لو هو في ترانزيت انفكشن جامد عندي في المزرعه، وهنشرحها اوعدكم هنشرحها جامد جدا. ثم في 5% في الليجستيشن، ودي نورمال برضو. بس نورمال ازاي؟ يعني البقره جابت وهي فيها مشيمه وهي والعجل لسه نازل وكده، ولا هي بتجرد في الحظيره والكلاب بتاخد العجل وتمشي، او العجل بيتفرم جوه في السبله، أو أو, او 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 ابقى فاهم الدنيا عندي ماشيه ازاي، ودي هنشرحها في الفيرتيلتي. طيب في حاجه عندي يا جماعه اسمها الستيلبورن. الستيلبورن ده برضو كي بي اي مهم جدا 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 جدا، وبيقول لي حاجات كتيره بتحصل عندي في المزرعه. وحقيقي تعريف الستيلبورن هي اي بقره تمام تولد بدري فوق ال 260 يوم، تحت ال 260 يوم دي ابورشن، فوق ال 260 يوم دي ستيل بيرن. وفي حاجه اسمها بري ستيل بيرس، وده العجل اللي بيتولد قبل ميعاد ولادته بيومين او خلال اول يومين من حياته ويموت. فده مش كاف مورتاليتي، هو لسه العجل ده ما شافش اي حاجه في حياته اصلا. برضو ده كي بي اي مهم، في نسبه 4%. لكن انا ساعات بدخل مزارع بلاقي فيه صف كامل بوكسات يقول لك العجول دي كلها اتولدت قبل ولادتها. طب يعني 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 ببقى انا ساعتها واقف مش عارف اقول ايه. بس احنا ويبقى سعيد قوي يقول لك بس احنا مدفيينه ومراعيينه. يا سلام يا اخويا، ما هو انت ما تسال نفسك اصلا ده حصل له ستيل بيرن كده ليه؟ هل حظيره الانتظار عندك زحمه والدراي والبقر الدراي عندك زحمه، فالبقر بينطح بعضه فبيقوم يولد قبل ميعاده؟ ده سؤال. هل في مرض عندك بيسبب الستيل بيرن زي البي في دي؟ برضو ارجع اقول البي في دي البي في دي البي في دي تمام. هل في حاجه زي البروسيلا؟ هل في حاجه زي النيوسبورا تعمل ستيل بيرس؟ ما هي العجول الستيل بيرس دي هي فران تجارب في الاخر، ما تسحب منها عينه وتحلل، وتسحب من الام عينه وتحلل وتشوف ايه اللي بيحصل عندك في القطيع. انت لو لقيت نسبه الستيل بيرس عندك اكتر من 4%، انت عندك مصيبه في مزرعتك. لكن لو انت مش مسجل وسجلت العجل ده وقمت قلت يلا بينا انا هراعيه وبتاع، راعيه يا عم، هو روح في الاول في الاخر هو روح ماشي، بس في رقم قدامك لازم تحلله ولازم تعرف ايه السبب ده. لقيت نسبتك اكتر من 4%، لا انت صدقني عندك مصيبه وعندك مشكله جامده في المزرعه. فاذا مفيش رقم ومفيش حاجه هباء في المزرعه، لا كل رقم بانديكيشن لمصيبه عندك في المزرعه. ثم عندنا هنا السلايد. لو سمحت ممكن سؤال يا دكتور قبل ما تقلل من على الستيل بورد؟ ممكن. طب دكتور دلوقتي لو انا انت عندك طبعا بيبقى فيه بريدكشن ديت لل
للولادة. يعني أنت مثلا البقرة النهاردة عشرت عندك في شهر واحد، هنقول مثلا هي بتاخد لها 9 شهور. طيب أنا متوقع إن البقرة دي هتولد عندي يوم مثلا 5/9. طب أنا مثلا ممكن البقرة دي جت يوم 5/9 مثلا ما ولدتش، خدت لها كمان أسبوع أو 10 أيام زيادة. إيه طيب الفاريشن اللي أنا أديها لنفسي؟ إن مثلا إيه دي حاجة اسمها الاوفر ديو، دي الاوفر ديو، ودي سببها جيناتيكلي برضو. وحضرتك بتختار السيمن بيبقى فيه حاجة اسمها ال، دكتور احمد انت فاكرها؟ انا يعني انا مش فاكرها قوي، بس هي موجودة، بتبقى مكتوبة في كل سيمن، اسمها كف حاجة، بس يعني هفتكرها لك بس عشان مش محضرها والله، معلش يعني فاهم. المهم وانت بتختار السيمن اصلا بيبقى في الجستيشن لينس بتاعت ابن الجنين ده عاملة ازاي. ففي بعض الطلايق بتأخر عن ال 280 يوم، تولد على 285 يوم، 236 يوم، مش مشكلة. لكن ساعتها ممكن يبقى العجل ده وزنه زايد سنة، فهتبقى حضرتك عارف ان وانت بتختار السيمن لازم تختار سيمن الجستيشن لينس بتاعته مظبوطة، ودي حاجة جيناتيكلي، دي حاجة جيناتيكلي سواء في البقرة نفسها او في السيمن. وزي ما انت عارف هي 50% بقرة 50% سيمن، وده مش هيتعرف من غير جينوميك تيستينج، ان انت تعرف البقره دي. بس دي حاجه متقدمه، يعني دي حاجه متقدمه يا دكتور. احنا بنتكلم في مزرعه اصلا مش عارفه هي الستيل بيرس عندها قد ايه، مش عارفه الكاف كروب بتاعها او الكافنج او ال، هي مش عارفه اصلا، مش عارفه هي البروجكتد دايز بتاعتها عامله ازاي. لكن هي حقيقي هي مهمه الجستيشن لينس دي في قمه الاهميه، زي ما الماتيوريتي بتاع الدوتر نفسها مهمه جدا. يعني في بقر مثلا زي البراون معروف ان عجلاته بتوصل ال 14 شهر واليوترس بتاعها، ده هنتكلم عليه النهارده في الهيفرز، تمام؟ ما تخليناش نسبق الاحداث. انا حطيت في الشات يا دكتور شرط خاص بالجستيشن لينس الخاصه بمختلف الصيغ، ممكن الله عليك يا ترجع دكتور، تبص على اختلاف الجستيشن لينس. الله عليك يا دكتور احمد يا فنان. طبعا يا جماعه انا عايز اقول لكم على حاجه بجد، يعني دكتور احمد بجد استفيدوا منه، لانه هو اصلا عبقري، وهو الله يعزك. يعني يعرف حاجات انا ما كنتش اعرفها وهو علمها لي. ودكتور احمد يعني في المحاضرات الله اللي يعزك يا جايه وفي دكتور، المحاضره، هنسلم لحضرتك يا دكتور، الله لا يعزك. يا دكتور احمد ما تقولش كده، يعني دكتور احمد في الله يعزك. المحاضرات اللي جايه وفي المحاضره النهارده هيوريكم هو اصلا اللي هيعلمنا الداتا اناليسيس اساسا، يعني فاهم، يعني احنا هنعرف منه الحاجات دي. فا طبعا دكتور احمد حاط لنا مشكورا جدا اللينك ده، افتحوه يا جماعة وبصوا عليه، واحنا هنتكلم في مواصفات السيمن، وهنتكلم عن كل الكلام ده. هو مش يعني هي قاعدة جميلة يعني ان شاء الله. الكاف مورتاليتي يعني هو بتزعل لما عجل بيموت، ده طبيعي جدا. بس ان انت تعرف سبب الموت عندك ايه، ساعتها حضرتك هتعرف تحل المشكلة. لكن لو انت مش عارف اصلا ايه سبب الموت اللي عندك، هتفضل المشكلة موجودة. اوعدك ان هتفضل المشكلة موجودة، وهتفضل حضرتك شايل الجردل بتاع العلاجات، وهيفضل العمال بتوع الرضاعة حالتهم في الارض، كل يوم بيشيلوا عجل، وكل يوم الصبح تصحى تلاقي عجل مشضب في البوكس ميت، وهتفضل كل حاجة عندك ما فيش أي تقدم، والمزرعة في النازل. ليه؟ لأن حضرتك أصلاً مش عارف تقسيمة الموت عندك في العجول عاملة إزاي. أنا عندي العجل مثلاً دلوقتي بعد ما خلاص، احنا اتفقنا أول يومين ده أنا هسميه ستيل بيرث،
هدخله في ضمن الكي بي اي بتاعت الستيل بيرس. طب بعد اليومين اللي هو من 3 ل 60 يوم، تمام، انا هنا حاطط 5.5%، دي كانت نسبه قديمه. انا اعرف مزارع قسما بالله بتجيب 2%، وانا اشتغلت في مزرعه زي دي وبتجيب اقل كمان من 2%. ليه؟ مانجمنت، مانجمنت. والله والله العظيم كان الدكتور بتاع الرضاعه كنت تشوفه يعني تقول عليه هو هو جان مش دكتور، جان باشا نازل بالاجنده الصبح، بيتابع يا دوبك شويه تحصينات شويه نظافه، بيشوف العجول مين رضع مين مين اتدلع وما رضعش النهارده مين. هو ده هو ده اللي احنا عايزينه. لكن تدخل رضاعه تلاقي في عجلين عايز يشرحهم، وفي عجول عايزه محاليل، وفي مش عارف ايه. لا ده كده فشل، ده فشل، فشل من ايه؟ احنا كلامنا ده احنا بنعمله عشان نعرف ايه الفشل من ايه. فمن 3 ل 60 يوم نسبه النفوق بتبقى احنا هنقول عليها 5%، 5.5%، ده اوكي، ده الكي بي اي العالمي، ده اللي الناس كلها ماشيه بيه. مع التطورات يعني ما اروحش مزرعه فيها سيستم اصلا مراقبه عجول تقول لي 5%، لا ده وحش، انا تم مراقب كل عجل يوميا، تمام. لكن لو دخلت مزرعه اصلا البوكسات بتاعتها وحشه والهيجين بتاعها وحش ومش عارف ايه، وهي اصلا نسبه النفوع عندها 10%، وقدرت انت تنزلها ل 5%، دي حاجه ممتازه، وهنتكلم عن الموضوع ده. ثم من 3 ايام ل 365 يوم 7%، وهقول لكم الرقم ده يعني يعني حوالي في 2% زياده. في هنا بقى يا جماعه من 60 يوم لاول سنه في اسباب كتير للنفوء، زي برضو البي في دي. يعني لو في عجول عندك كتير ريزيستنت انفكشن بالبي في دي واتصابت ببي في دي تايب تاني، العجل ده هيموت بحاجه اسمها ميوكوزال ديزيز. فالنسبه دي مهمه عشان حضرتك تعرف هل انا عندي مشكله ولا لا. في مثلا حاجه زي كرونيك نمونيا مثلا، او عجول عجلات ماتت نمونيا، طب ما دي جالها كرونيك نمونيا اصلا من وهي في الرضاعه من ايام زمان قوي، لدرجه ان الـ العجل نفسه مات، يعني يعني الرئه بتاعته بتفتحها بتلاقيها عباره عن صديد اصلا. فمهم جدا ان انت تعرف برضو اسباب النفوق من 60 يوم ل 365 يوم. يعني هو مات ليه؟ ما انا فاطم العجل على 3 شهور زي الفل بالوزن وكل حاجه تمام، طب مات ليه في الفتره دي؟ اكيد في معلومات او داتا او تحاليل معينه انت محتاج تعملها عشان تعرف اسباب النفوق في الفتره دي. ثم اسباب النفوق بقى من سنه لغايه الولاده، دي اصلا المفروض تبقى 1%، يعني من سنه 1% نفوق، حاجه ماتت سادن ديث، اكلت بقى سلاش وحش، اي حاجه حصلت، ما اعرفش ايه بالظبط اللي ممكن، يعني في اسباب كتير جدا. لكن برضو ده انديكيشن لامراض معينه. يعني انا فرحتي بعدي العجل من اول سنه، وبعد كده السنه الثانيه العجله بتموت، لا هنا في مشكله كبيره جدا جدا، ولازم حضرتك تشخصها ولازم تستخدم التولز اللي موجوده. رجوعا برضو من 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 3 ايام ل 335 يوم، لو لقيت النسبه دي اكبر من 7%، 7.5%، 7%، 6%، على حسب برضو مزرعتك، لو لقيت النسبه دي اكبر من كده فده عيب سيمن برضو يا جماعه، لانه حضرتك بتختار سيمن في تريت اسمها الكاف فيتاليتي. يعني ايه؟ او فيتاليتي او ليفابيليتي او الكلام ده كله. الكاف ليفابيليتي هنجي لها، بس دي حاجه مهمه جدا. لو انت مزرعه اصلا عندك مشكله كبيره في الرضاعه، ما ينفعش ان انت تروح تنقي سيمن الكاف فيتاليتي بتاعته بالنيجاتيف، هتتسوح، هتتسوح وهتزعل والمزرعه هتزعل. تمام؟ تمام. في نسبه ثانيه مهمه جدا، نسبه الاناث للذكور. هتقول لي انا بتاع رضاعه، هقول لك يا عم والله العظيم انا عارف ان انت بتاع رضاعه، وانا بتاع رضاعه برضه، بتاع صحه وبتاع مسؤوليات، يعني ماشي، انا بتاع رضاعه ماليش دعوه بنسبه اللي هو العجل اللي قدامي لا، ما هو ده برضه اختيار سيمن. يعني بمعنى في عجول، في تلقيحات معينه بتلقحها بتلاقي عجولها تكره، وده نتيجه اختيار خاطئ، لان حضرتك ما بصيتش على الهيرتز وما بصيتش على الدوترز. يعني عجل مثلا مستخدم في 100 هرد
وليه 100 دوتر؟ هو ده طبيعي، ده مشكله. لكن عجل في 100 هرد وعنده 500 دوتر ولا 600 دوتر، ده معناه ان هو probability ان هو يجيب اناث عاليه. نفس الكلام برضو في السكسد سيمن، لو انا لقيت عدد الاناث عندي مشكله يبقى انا لازم افعل السكسد سيمن فورا واجيب سكسد في السيمن والقحه للعجلات عشان ارفع عندي حاجه اسمها هيفر ريت، وهنتكلم عليها في الفيرتيليتي. لكن انا لازم اعرف انا عندي نسبه الذكور للاناث قد ايه، المفروض تبقى الاناث طبعا اعلى من الذكور عشان استمراريه المزرعه. لكن لو انا لقيت الذكور اعلى، لا في، يبقى انت كده في حاجه في السيمن انت بتعملها معينه احنا لازم تراجع نفسك فيها، وتراجع التايم بتاع الانسيمينيشن بتاعك، وده برضه هنتكلم عليه بعد كده ازاي ان انا ممكن استخدم السكس سيمن في الابقار بنجاح، لان الموضوع متوقف على عدد الساعات من بدايه الشياع، هي دي اللي بتنجح السكس سيمن سواء في العجلات او سواء في الابقار. تمام؟ ودي في نظم حديثه في مراقبه الشياع هنتكلم فيها بعد كده. فلازم ابقى عارف نسب الذكور عندي لنسب الاناث عامل ازاي، الدنيا عندي رايحه فين، الذكور اكثر، لا في يا جماعه طب خلي بالكم بقى وانتوا بتختاروا السيمن بتاع الموسم ده، تقدر انت عن طريق، كنت زمان بقولها وهفضل اقولها طول عمري، دكتور الرضاعه هو اللي بيمشي المزرعه، وهو اللي طلباته اوامر، وهو بيبقى الفتى المدلل بتاع المزرعه، او مهندس الرضاعه برضو بيبقى مهم جدا جدا، او مدير المزرعه اللي بيقرا الحاجات اللي بتتقال في قسم الرضاعه، ده مهم جدا. نيجي بقى للنمونيات، وهنا يا جماعه حقيقي هي مشكله النمونيا او الالتهاب الرئوي في سرعه علاجها، مش النمونيا ما هو عادي، اي انسان بيجي له برد، اي عجل بيجي له، بس انت بتستجيب للعجل ازاي، بتشخصه ازاي، وبسرعه بتعالجه ازاي. حاجه زي العلف اللي هو البودره اللي انا قلت لحضرتك عليه ده، مشكله كبيره جدا، مشكله كبيره جدا. ثم مش بس تشوف انسيدنس انا بيحصل عندي كام حاله التهاب رئوي، لا انت كان لازم تشوف الريكفري تايم، ان انت تدي العجل اوكي بعد ما يجي. طول ما العجل صدره وصوت صدره بالسماعه بتاعتك وحش، العجل ده لسه محتاج علاج حتى لو درجه حرارته بقت طبيعيه. ولازم تشخص ايه سبب الالتهاب الرئوي. في اسباب كتيره جدا، حاجه زي المايكوبلازما، ما هو انت لو موجود عندك في المزرعه هيفضل العجل عنده التهاب رئوي، هيفضل طول عمره وهيفضل يعمل شيدنج. حاجه زي البي في دي هتفضل برضه وهتفضل تعمل شيدنج. امراض كتير، اي بي ار، فاخيرا اكتشفوا الايكولاي بتعمل نمونيا، الباستريلا، الهيموفلس، بلاوي سودا. فلازم حضرتك يبقى دايما العجل مش بس بعالجه، لا باخد منه عينه وببعتها المعمل اشوف ايه سبب النمونيا ده. ولو عندك نمونيات عاليه في البقر وفي العجول ابتدي افكر ان انا اعمل تحصين لمزرعتي للامراض اللي موجوده عندي في المزرعه، بحيث اني اضمن ان انا بحصن بالعتره اللي موجوده عندي في مزرعتي او في منطقتي، ممكن يكون تحصين مستورد مش عامل حاجه. فمهم جدا ان انا اعرف. لكن انا ما عنديش مشكله نمونيا يا عم، انا بيجي لي نمونيات قليله وبيجي لي، لا خلاص يبقى انت ماشي صح، يبقى انت الفنتليشن عندك صح، يبقى انت التهويه عندك مظبوطه. ممكن اصلا عن طريق النمونيا ده تعرف مثلا ان في ناس بتعمل الرضاعه في اخر المزرعه، يبقى الهواء مثلا جاي من الغرب للشمال، او على حسب برضو موقع المزرعه فين، وعاملين الرضاعه في اخر المزرعه. الهواء كله اللي في المزرعه بالبقر المحمل بكل الخيرات جاي عليه، لا الرضاعه المفروض تبقى في اول المزرعه، انضف هواء بيدخل على العجول بعد كده يخش على البقر. فعن طريق النسب دي انا اقدر اعمل خطوات تصحيحيه. نفس الكلام في الاسهالات، والاسهالات دي برضو يعني ما يصحش ان انت يبقى عندك اسهالات ومش مشخص سببها، مش عارف اصلا سبب الاسهال ده ايه. هو ممكن يكون السبب حقيقي من التحصين بتاع الام، ممكن يكون السبب من الكولوستروم، عجولك ما بتاخدش كولوستروم، ممكن يكون السبب في الارضيه، حاجه زي الكريبتوسبوريديا دي ملعونه، ملعونه ملهاش غير، ما لهاش اصلا، ما فيش يعني، هو نطر، ما فيش اي مطهر يقول لك بيقضي على الكريبتوسبوريديا، على الكريبتوسبوريديا مثلا، دي ملعونه ولازم علاجها، لازم المكان البوكس بتاعها والمكان ده يفضل متساب ويتغير الرمل بتاعه
وتقشطه وتعمل الكلام ده كله. لو عندك مشكله كريبتوسبوريديا فلازم اشخص اسباب الاسهال عندي بارسال عينات او اعمل الاختبارات اللي هي الرابد اللي موجوده، واحط الداتا دي واسجلها واحللها. هو مش عرفت ان هو اي كولاي او عرفت ان هو كريبتوسبوريديا، او لو لقيت مثلا في كوليستريديات كتيره، ده معناه ان اللاكتوز عالي عندك في اللبن، ما بيحصلوش دايجيشن، اللاكتوز ده بعد كده ينزل عندك في الانتستين يتخمر، تبص تلاقي الكوليستريديا في ساعتين ثلاثه التتر بتاعها عالي جدا، التوكسينز عاليه جدا، العجل مات سادن ديس. شكرا. فانت لو مش عارف الاسباب عندك صدقني هتبقى مشكله. والنسب، الواحد بيزعل لما يدخل مزرعه يقول لحد ايه سبب الاسهال عندك؟ ايه الاسهال اصل بيجي مش عارف في اليوم كذا واليوم كذا واليوم كذا. ازاي؟ لازم يبقى عندك داتا مفصله عشان تعرف تحل المشكله. طول ما انت مش عندك داتا مفصله هتفضل المشكله موجوده. واخيرا الفيتاليتي اللي انا اتكلمت مع حضراتكم عليها، ان لو عندك انسيدنس للنمونيا عاليه، الفيتاليتي دي يا جماعه عباره عن النمونيا في اول 60 يوم، والاسهال في اول 30 يوم، والكاف ليفابيليتي في اول سنه. لو حضرتك عندك مشاكل في العجول الصغيره حضرتك لازم تختار سيمن الكاف فيتاليتي بتاعته او الكاف ليفابيليتي بتاعته عاليه جدا جدا. تمام. ودي كان الجزء الاول من المحاضره عن العجول في التسع كي بي ايز اللي هم يعتبروا اهم، لكن في 20 30 كي بي اي ثانيه للرضاعه، زي في كي بي ايز للحلمات وقوتها، في كي بي ايز للجرادل ونظافتها والعد البكتيري، وفي كي بي اي ثاني لايدين العمال ونظافتها، وفي كي بي اي للبن اللي بحضرتك بترضعه والتوتال بكتيريا كاونت والكوليفورم اللي موجود في اللبن ده، وفي كي بي اي ثانيه لو حضرتك عندك جهاز بسطره لبن ليه، ولو عندك جهاز بسطره سرسوب في كي بي اي للتوتال بكتيريال كاونت اللي موجوده فيه، وفي كي بي اي ثانيه معموله للنظافه بتاعت البوكسات والحاجات ديت. ويعني في كي بي ايز كتيره جدا لو قعدنا نتكلم فيها في قسم الرضاعه، لكن دول تسعه دول الاساسيين. لو حضرتك طبقتهم وبقى عندك داتا ليهم الدنيا عندك هتختلف تماما. ثم بعد كده نخش على العجلات اللي انا ما بتكلمش في عجول، يعني عشان معظم المزارع اصلا بتبيع العجول، يعني بتبيعها لمزارع التسمين، لكن هيبقى في محاضره او قاعده جلسه، يعني انا بسميها جلسه مش محاضره، يعني انا مش دكتور في الجامعه ولا حاجه، لكن هيبقى في جلسه لمزارع التسمين وانشائها وايه الحاجات اللي ناخد بالنا منها وازاي نستقبل العجول، بس مش منظور الادويه او مش من منظور الدواء، لان الدواء ده شغل الدكتور، انا بنتكلم عن رعايه. فدي ليها ناسها، بس انا هتكلم عن شويه حاجات لازم ناخد بالنا منها. وانا شايف دكتور علي موسى طبعا، يعني هو موجود، يعني هو دكتور علي اصلا، يعني ممكن هو اللي يعمل المحاضره دي لو عايز يحكي لنا. وزي ما قلت لكم يا جماعه، بيكو اكاديمي دي مش بيكو، والله العظيم ما بيكو انا، هي بيكو انتوا. فيعني لو دكتور علي حبيبي يا دكتور، والله العين ابدا ما تقلقش على حاجه، يعني حضرتك موجود ربنا يبارك في حضرتك. يعني انت دكتور علي وعدنا كده بمحاضره عن عجول التسمين يا اخي، يعني انت يعني راجل يعني علامه حقيقيه. الله يبارك فيك، اللي بتاكلنا يعني كلنا، يعني فاهم حبيبي يا دكتور، الله يخليك. البرجر بقى والستيك يعني تلاقي طبعا دكتور علي هيقول لنا عن جوده اللحم وعن التغذيه في العجول التسمين، ويعني يا ريت تحضر لنا حاجه كده يا دكتور علي، والله بجد بجد يعني. والله انا اتمنى والله، بس يعني شايف ان المسؤوليه اكبر مني شويه، بس انا اتمنى اعمل كده. مسؤوليه ايه يا اخي؟ يعني مسؤوليه ايه يا دكتور علي؟ ده انت بتعمل الكلام ده كل يوم. مسؤوليه العلم دي حاجه صعبه جدا يعني. الله يحفظك. لا بتهيألك. مفيش حاجه صعبه يا دكتور علي، يعني كله حبيبي يا دكتور محمد، احنا بنتعلم من حضرتك قدام الناس اللي موجوده، يعني انت وعدتنا خلاص.
يعني انت وعدتنا وبعدين في حاجات تانية كتير هنتكلمها عن البريدز وعن الكروس بريدنج وعن الماربلينج بتاع اللحمه وعن يعني الكلام ده كله كواليتي بتاع اللحمه حاجات مين هيتكلم فيها غيرك يعني مين اشتغل فيها غيرك انا عمري انا يعني ما اشتغلتش في مزارع تسمين اصلا يعني هي مره كده رحت المزرعه بتاعت واحد صاحبي بس وعشت معاه القصه لكن لا مزارع التسمين فيها شغل فيها شغل عملاق وموضوع استلام العجول ده ازمه ازمه محتاج دكتور شاطر جدا جدا ومكافحه الحشرات لا 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 دي ناس برضه فيعني يا ريت يا دكتور علي في يوم كده تدينا بس كده يا اخي ادينا يعني نبذه بس حبيبي يا دكتور تحت امرك ان شاء الله ان شاء الله شكرا يا دكتور علي شكرا حبيبي فالعجلات طبعا العجلات هي مستقبل المزرعه ففي 6 كي بي ايز تمام دول في قمه الاهميه اللي هما ايه من الاخر يعني الوزن والعمر عند اول تلقيحه دي في قمه الاهميه ودي اصلا مرايه لكل اللي فات العشار يا فرحتي انا بلقح العجله في العمر والوزن المطلوب وما بتعشرش واكيد في سبب العمر عند اول ولاده لا يبقى بدري قوي تمام خلي بالكم يا جماعه برضو في الحته دي حقيقي هو في بريدز دلوقتي بقت بتتلقح على سنه وسنه وشهر وسنه وشهرين على حسب البريد وعلى حسب برضو مزرعتك بتوصل للوزن والعمر قد ايه للوزن والطول فقد ايه ثم هنتكلم عن الوزن والطول عن من 14 ل 24 شهر هنتكلم عن الايدج ات بريدنج وانا كان المفروض الايدج ات بريدنج مظبوط تمام والويت والهايت برضو بتاع العجلات المفروض تزيد قد ايه من شهرين ل 14 شهر وده هنتكلم عليه المره دي طبعا لو انت عندك سيستم زي السيستم ده اللي موجود ده هيبقى عند حضرتك وبتعمل وزنه شهريه للعجلات هيبقى عندك الكيرف ده فساعتها حضرتك هتعرف انت ماشي صح ولا غلط لكن طول ما انت مش عندك سيستم مش هقول لك سيستم يعني عندك اكسل شيت حتى وبتعمل منها جراف عمر ما هيبقى عندك ريبورت زي ده وعمرك ما هتعرف انت العجلات عندك بتطول وفي ناس ما بتقيسش اصلا طول يعني على إذنك أنت على إذنك لو ترى في حد عنده سؤال ممكن أستاذ أبو شريف تتكلم تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا دكتور الحمد لله والله بالنسبة لحضرتك اللي بتقول عليه اللي هو الديلي لايف ويتنج ده جين الإيج عند فيرست كافنج في المزرعة عندي اما نخليه مثلا سنه وخمس شهور والولادات عندنا بتبقى متعسره برضه بتولد على كام احنا بنبدا معاها التلقيح عند سنه وخمس شهور وبرضه الولادات عند حضرتك متعسره متعسره برضه بحضرتك بتلقح بسيمين عامل ازاي بنلقح بالمرة بالهولشتاين ومرة سيمنتال بننوح كمان يعني وما تبقى كمان الوزن بتاع الجنين مش ما يبقى كبير للدرجة بس ما يبقى فيه دستوب يبقى كام الوزن في حدود 40 40 في عجلة عجلة هقول لحضرتك على حاجة الموضوع ده احنا جايين له يعني لو بس صبرت 10 دقايق هقول لحضرتك تعملها ازاي يعني 10 دقايق بس هتيجي في المحاضره والله اوعدك ماشي يا دكتور شاكرين جدا يا دكتور يعني هي جايه يعني الموضوع ده على فكره مهم جدا يا جماعه الدكتور ابو شريف قاله ده موضوع في قمه الاهميه موضوع في قمه الاهميه وهنعرف ازاي دلوقتي نحدده يعني واحده واحده بس يا جماعه ايه خلينا كده ماشيين بس ستر ربنا تمام فانا عندي الجول كان من 14 ل 15 شهر العجله لازم تبقى متلقحه لازم تبقى متلقحه
لان لو ما اتلقحتش في الفتره دي هتتاخر. ثم عندي الولاده لازم تتثبت عندي، العجلات عندي تبقى مثبوته عشر من 15 ل 16 شهر. لو انا عندي العجلات توصل 14 شهر ومش جايبه الوزن والطول ففي مشكله في التغذيه، ولو وصل 14 ل 15 شهر والرحم بتاعها لسه صغير فانا عندي مشكله في السيمن، ولو وصلت من 14 في حاجه اسمها الدوتر بريجننسي ريت او اللي هي الدوتر كونسبشن ريت، وده بيبقى فيها بتبقى كي بي اي محطوطه معروفه، العجله دي الماتوريتي بتاعها هيبقى عامل ازاي، الكونسبشن ريت بتاعها عامل ازاي، الهيت ديتكشن ريت بتاعها عامل ازاي، وده هنستفيد فيه اكتر في السيمن لما نوصل للسيمن. لكن الكي بي اي دي في قمه الاهميه، زي ما حضراتكم شايفين كده الجراف ده في قمه برضو الاهميه. ولو انت مش عندك داتا لوزن وطول العجله نفس الكلام يا جماعه، انت عندك مشكله كبيره جدا جدا جدا، ولازم تعيد نظر في ادارتك للقطيع. ثم الفيرست سيرفيس عندي في العجلات يفضل ان انا استخدم فيها سكسد سيمن عشان اضمن ان في عجلات كتير عندي في القطيع. لكن هنا احنا برضو هنتكلم في حته شويه 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 تناسلات، لان التناسلات داخله في كل حاجه. لو انا اصلا عندي عجلات جيناتيكلي مش مظبوطه مش كويسه، وقمت انا لقحتها سكسد سيمن غالي، واحنا اتفقنا قبل كده ان 50% ميل و50% في ميل، وقامت جابت لك برضو عجل وحش لان هي اصلا وحشه، فمش هتجيب لك البوتنشال كله اللي موجود. فالعالم كله دلوقتي متجه للجينوميك تيستينج بالذات في العجلات، وبالذات في اكتر 25% من الابقار عاليه الانتاج عندك في القطيع، لانك لو ما عملتش جينوميك تيستينج هتفضل الجينات الوحشه موجوده عندك في القطيع. دي كانت الكلمة. ثم ثبوت العشار والسونار والكلام ده كله، ده وده جراف موضح هنا، ده صراحة دي برزنتيشن حلوة جدا، هبعتها لكم برضو بعد ما يعني هبعتها لكم على الواتساب وهبعتها لكم على كل حتة. هي إسرائيلية، وإسرائيل متقدمة جدا 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 في موضوع الديري ده، وإحنا لازم نستفيد منهم في الموضوع ده. فهنا زي ما حضرتك شايف ان عندي 23 ل 24 شهر العجلات جابت التارجت لبن بتاعهم. طب لما اخرت عن على 25 26 27 شهر جابت لبن ازيد حقيقي، بس انا مصاريفي بقت اعلى، والعجله قاعده اصلا اول 24 شهر دول انا بصرف عليها ما بتكسبنيش اي حاجه في الدنيا. وده هيرجعنا لموضوع الجينوميك تيستينج، وان انت لازم تدخل الجينوميك تيستينج عندك في المزرعه، لانك لو ما دخلت الجينوميك تيستينج عندك في المزرعه فحضرتك صبرت 24 شهر والعجله دي ولد والعجله دي جيناتيكلي ضعيفه، فمش هتجيب لك لبن وانت صرفت عليها دم قلبك وفي الاخر ما جابتش اللبن المطلوب، وبنتها بعد كده او العجلات اللي هتفضل تجيبها هتبقى عجلات مش كويسه، وبدل ما هتحقق الجول بتاعك في 5 سنين هتحققه في 10 سنين نتيجة إن الجينات اللي مش كويسة دي فضلت عندك في القطيع. طيب من 14 شهر ل 24 شهر المفروض إن العجلة كل شهر تزيد سنتي طول، لكن من شهرين ل 14 شهر المفروض إن هي كل شهر بتزيد 3 سنتي طول. فموضوع الطول ده صدقوني يا جماعة مهم جدا 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 جدا، وده ممكن حضرتك تعمله على الزناقه بمتر وبقلم ماركر بيرمننت او باي حاجه، او تجيب متر او تجيب الجهاز الثاني وتشوف انت هتقيس الطول. خلي بالك موضوع برضو الطول ده بيلخبط، لان في ناس المفروض في طريقتين للطول، في طريقه من الويزرز وفي طريقه من الهيب، فلازم حضرتك تبقى عارف ايه الطريقه اللي انت بتعملها، لان كل واحده ليها متريك غير الثانيه. دي بقى هي دي الكلام المهم النهارده. دي كان مشروع انا مقدمه لصاحب مزرعه انا كنت شغال فيها، يعني
اتعلمت فيها جامد، كانت من احلى المزارع اللي انا اشتغلت فيها، لكن يعني ما نفش يعني ما يعني انا نفذت المشروع ده في مزارع تانية، لكن ما نفذتش المشروع ده في المزرعة دي. فطبعا لما حضرتك تنزل حظيرة العجلات عندك وتبقى انت عامل جروبينج للعجلات على وزن معين، تمام، وجيت لقيت في عجلات طويلة وفي عجلات قصيرة، فده مشكلة كبيرة جدا، ده معناه ان التغذية عندك مش مظبوطة. الا بقى لو عندك بقى سيمنتال وبراون، وكل واحدة ليها طول طبعا غير الهولشتاين، كل واحدة ليها طول غير التانية، لكن لو هما نفس البريد ودخلت ولقيت في عجلة طويلة قوي وعجلة قصيرة قوي، فده معناه ان انت عندك الكربوهيدرات والبروتينز مش مظبوطة، لان الطول معتمد اكتر على البروتين والوزن معتمد على الكربوهيدرات. فلو لقيت العجلات سمينة فده مشكلة، لان ده كده معناه ان في فات، في دهون متراكمة في الضرع بتاع البقرة، ومش هتجيب لبن. بدل ما الضرع نفسه الخلايا المنتجة للبن بتزيد، لا ده اللي بيزيد الفات الدهن وبيضغط على الخلايا دي وما بيخليهاش تنمو. نفس الكلام في الطول، الطول لو مش متظبط ده معناه ان البروتين عندك مش متظبط، وهنشرح الكلام ده برضو لما نخش في التغذية. طيب في بعض العجلات، تمام، انت بتنزل على حظيره العجلات بتقوم طق 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 طق، حائم حائم بيجي، حائم بيجي، حائم بيجي، حائم بيجي، لكن العجلات ما بتشعش سواء فحصت او ما فحصتش، لان العجلات بفحصها برضو ما بتقدرش تحدد السي ال. كان زمان يقول لك انا بحدده بايدي، انا بحدده مش عارف ايه. عشان كده يا جماعه لازم العجلات تتفحص بالسونار، ودي اهميه السونار، لان في ناس قالت لي انت دلوقتي لما تدخل التحاليل بتاعت الدم بتاعت البريجنانسي او تحليل اللبن والسونار بقى ايه لازمته؟ لا طبعا السونار في قمه الاهميه، وهنعرف قدام شويه، ادوني 5 دقائق. تاني حاجه، ان في عجلات بتعدي 15 شهر وهي ما شاعتش ولا شافت اي حاجه. فالعجلات دي انا لازم افحصها واشوفها ايه سببها، لان في الغالب العجله دي فيها مشكله كبيره جدا. فيها مشكله كبيره وهي مرايه، ولو الموضوع ده متكرر عندي في المزرعه هي مرايه لحاجات كتير، زي مرايه تابع العجلات عندك اللي عدت 15 شهر وما شعتش، هتلاقيهم كلهم ولاد طلوعه واحده من اللي انت منقيهم للمزرعه. وده الناس اصلا بيتوه منها وما بتعرفش مين الطلوعه، لان هي مش مسجله مين ابوها ومين امها، ودي مصيبه سوده. يعني كان معانا الراجل بتاع سي ار في دي، شركه سيمن مشهوره، عاملين برنامج عشان يشوف يختار للمزرعه انسب طلايب. فممكن حضرتك اجي اقول لك مين ابو العجله دي ومين امها، تمام، تبص تلاقي الداتا بتاعت امها موجوده عشان امها موجوده في المزرعه، بس مين ابوها؟ لا اصل احنا ما بنسجلش السيمن. كارثه كارثه، ضيعت على المزرعه داتا انت مش متخيلها كانت هتفيدها ازاي. لان حاليا دلوقتي كل طلوقه بيتباع او مستورد من بره هو معمول له جينوميك تيستنج وجيناته متسجله بره، فمعروف الطلوقه ده هيزود القطيع عندك قد ايه، وانت ام العجله اللي عندك دي اصلا مستورده من بره او موجوده هنا في مصر وليها داتا عندك على الكمبيوتر. فانت لو مضيع الداتا دي شكرا، انت ضيعت كل حاجه. الريبرودكتيف تراك سكور هنتكلم عليه دلوقتي حالا. في حاجه اسمها البلفيك اوبننج، وهنا دي برضو غلطه كبيره جدا الناس بتعملها، ان هو يقول لك العجله واسعه من ورا، يعني هو يقول لك واسعه من بره وعريضه من ورا، عريضه المنكعين ولا عريضه، يعني هي من ورا واسعه، يعني من ورا كبيره كده وحلو، تمام. ده من بره، ده من بره، لكن من جوه فبتبص تلاقيها فتح لك جوه، قال لك وده طبيعي، لا لان هو شافها من بره وقاس البلفس من بره، لكن من جوه العجله عامله ازاي. فدي ليها اداه وليها سكور وهنقوله دلوقتي حالا. ثم بقى المشاكل ساعه الولاده والكلام ده والديستوكيا، وده هنخش له لما ندخل في القسم بتاع الدراي كاو، او لما ندخل بقى في البقر وفي الصحة. ففي حاجة اسمها يا جماعة البلفيك سكور. البلفيك سكور ده
عبارة عن جهاز اسمه الرايس كاليبر. تمام؟ الرايس كاليبر ده حضرتك بتدخل بيه فين؟ في الريكتم، وبتفتحه، بتفتحه مرة بالعرض تمام عشان تقيس الويتس، ومرة بالطول عشان تقيس الهايت. تمام؟ فحضرتك هتشوف حاجات انت ما تتخيلهاش، هتشوف ان في عجلات واسعة من بره لكن هي في البلفك بتاعها ضيقة، واللي بتبقى في البلفك دي ضيقة معناه ان هي لما هتيجي حضرتك هتلقحها وتيجي تولد. تمام؟ حتى لو السيمن اللي حضرتك مختاره كافنج ايز بتاعته عالية تمام؟ هتحصل مشكلة ساعة الولادة. وللأسف برضو معلش بس أفك شوية عشان كرافطة بس تمام. ودي مشكلة كبيرة، إن أنت بتعتمد على عينيك من بره، يعني هي من بره يقول لك من بره واسعة لكن هي من جوه ضيقة، ودي مش هتعرف تقيسها غير بالجهاز ده. طيب حضرتك هتقول لي كل عجلة لازم يتعمل لها كده؟ هقول لك اه كل عجلة لازم يتعمل لها كده، عشان في المستقبل امنع الديستوكيا، او ان انا ممكن اخر العجله دي شويه لغايه ما البلفس بتاعها يوسع شويه. لكن إن لو هي اصلا بقى، ويقول لك هنا ان المفروض ان العجله لما بضرب هايت لما بضرب ويتس في هايت تمام وطلع اقل من 125 فالعجله دي 100% اللي هي قبل طبعا في سكور عند 10 شهور، وفي سكور عند 12 شهر، وفي سكور عند 15 شهر. فاحنا مش هنعمل غير سكور واحد بس اللي هو قبل موسم التلقيح بتاع العجلات، وهم عندهم مثلا وهم عندهم 12 شهر او هم عندهم 13 شهر، واشوف البلفز سكور بتاعها، عشان لو دي في الاخر هتخش لي في مشكله فبناقصها. هي هتخش في مشكله، هتتشرم وهي بتولد، هتخش في ريدند بلاسينتا، هتخش في نترايتس تمام. ولو سمنت بقى، يعني لو سمنت كمان دي فدي مشكله ثانيه بقى كمان. فيجي يقول لك ما انا مستخدم سيمن الكاف ايز بتاعته ممتازه، وهنعرف يعني ايه كاف ايز في محاضره السيمن. تمام؟ ايوه هو العجل صغير وكل حاجه تمام، لكن هي اصلا جيناتيكلي مش نافعه لان هي البلفس بتاعها ضيق. وده لو حضرتك اصلا بتعمل جينوميك تيستنج من اول ما العجله اتولدت هتعرف ان البلفس بتاعها ضيق، فحضرتك هتتجنب بعد كده ان العجله دي من الاول من وهي عجله هتتسمن وتتباع، او هتبيعها بقى لحد تاني مش مزرعه مثلا، يعني هيبقى فرحان قوي بالعجله دي والله، هتبقى انت عملت له خدمه كبيره جدا. هو جاب عجله هولشتاين وهيبتدي هو يلقحها بقى بالسيمن مش زي اللي احنا بنستخدمه. لان زي ما قلت لحضرتك العجل طول ما هو وزنه اقل من 35 كيلو، العجله نفسها اتولدت اقل من 35 كيلو بيجيب نص طن اقل من العجله اللي فوق 35 كيلو. ف واي نوت، يعني عجله زي دي ما هتخسرني؟ طب ما من الاول ما انا بايعها وهبيعها بسعر حلو، وفي ناس هتبقى مبسوطه بيها، ما انت مش بايعها معيوبه، بس هي مش هتفت الكي بي اي بتاع مزرعتي انا، وهتصرف بقى مضادات حيويه وعشان الريتند بلاسينتا وعشان التدخل العنيف وعشان 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 وعشان، وهتتاخر بعد كده، وهتخش لك بعد كده في كيتوزيس لان هي تعبانه وعندها مترايتس سكندري كيتوزيس. تمام؟ فكل الكلام ده صدقني حل هو الجينوميك تيستنج. الجينوميك تيستنج جاي، اه الجينوميك تيستنج جاي، وهي 20 دولار يعني ولا 20 يورو مش حوار، بس الفكره كلها في الدماغ، ان انت تفهم صاحب المزرعه احنا بنعمل ليه الكلام ده، وتضرب له امثال. كل واحد فينا في مزرعته لو عنده داتا هيعرف يضرب امثال زي دي كتير جدا وبيشوفها كل يوم، بس هو ما بتجيش في باله لان هو مركز في الريكتم بتاع البقره بس، هو عايز يخش فاهمه. لكن الداتا اناليسيز يا جماعه والقعده على الكمبيوتر ساعه ولا ساعتين في اخر اليوم في منتهى الاهميه. وده مثال مثلا ان انت لو عجله من 12 ل 13 شهر وزنها 272 كيلو وهاز بلفيك فاليو 120 اريا سكوير سنتيمتر ديفايد مش عارف ايه تمام، يبقى دي تقدر تشيل عجل لغايه 57 كيلو جرام. تمام؟ الكلام ده طبعا هي مفيش عجل وزنه 57 كيلو جرام، لكن ده معناه ان هي هتقدر تشيل عجل.
لكن لو انا عندي عجله جابت مثلا ال 12 13 شهر والاريا بتاعت البلفس بتاعها ده اقل من 120 ده تمام، فدي مشكله. لكن كل ما كان اوسع كل ما كان احسن، كل ما انا بعد كده ضمنت ان العجلات هتجيب عجول وهتولد بسهوله. زي ابو شريف هو بيقول لك انا بلقح على 15 شهر، هو اصلا مأخر شهر. طيب تمام، وبرضه عنده مشكله في حجم العجول. طب هتقولي ده السيمن؟ هقول لك يجوز يكون هو بينقي سيمن الكافنج جيز بتاعه مش كويس، وللاسف في تغيير دلوقتي في الكافنج سكور الكاف ايز، فالناس بتقرا السيمن غلط، وهقول لكم ازاي. لكن هل انت شفت عجلاتك بقى وحجم الحوض بتاعها عامل ازاي؟ فده عيب جيني عند حضرتك في المزرعه، ده عيب جيني ما دام كل العجلات بيحصل فيها كده، ده عيب جيني، او ممكن يكون عيب تغذيه، يكون في حاجه حضرتك بتغذي البقر بقى بطريقه معينه. طبعا احنا ما اقدرش اعرف حاجه زي كده غير لما احلل واشوف اصلا العجل عندك بتولد، البادي كونديشن سكور بتاعها عامل ازاي، هل هي المفروض ان هي تولد على بادي كونديشن؟ قال العجلات ليها بادي كونديشن سكور برضو يا جماعه، المفروض يبقى 3.5، اعلى من كده ده مشكله. عجله سمينه ما طبيعي البلفس هيتملي بدهن، هتولد ازاي؟ فدي حاجه مهمه جدا جدا جدا. فهي مش سيمن بس، لا هي سيمن وجينات عند حضرتك في المزرعه، بالذات لو بقى انا اتوقع ان مزرعتك دي فيها طلوقه او الامهات دي كان في طلوقه، الامبريدنج هو اللي بيطلع الكلام ده كله. تمام. تاني حاجه الريبرودكتيف تراك سكور، ان حضرتك على اعمار معينه في البقره قبل ما القحها زي ما قلت لحضرتك، ودي اهميه السونار، ان انا افحص الاوفرز المبايض بتاعه البقره عليها حاجه ولا ما عليهاش. تمام. افحص الديامتر بتاع الفوليكلز، اشوف عليه ولا مش عليه حاجه، عليه فوليكلز. الفوليكلز دي 8 ملم، لا اصبر العجله دي لسه ما حصلهاش نمو ممتاز. طب هل عليه ده؟ طبعا شغل السونار تكنيكال جدا، لكن المفروض الدكتور اللي معاه سونار يبقى بيعرف يعمله، لان هو ده الشغل، مش الشغل ان انا جس عشر ولا فاضيه. قسما بالله عشر ولا فاضيه دي ادفع حاجه، وزي ما قلت لحضراتكم هي في الاخر بقى في تحليل خلاص، ما عادش حد هيجس، ومساله وقت مش اكتر. ده نظام عالمي جديد احنا مش هنتدخل فيه، اكبر مني ومنك، لكن السونار لا غنى عنه، لا غنى عنه ان نعرف العيله دي. طب لقيت عليها فوليكلز ولقيت عليها سي ال، لا الموضوع كبير، حجم الهورن عند 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 حجم معين ابتدي لا دي كده العجله دي ماتيور اشتغل، حجم الاوفرز عليها سيل وعليها فوليكل اشتغل، لا دي عليها فوليكلز بس فوليكلز صغيره، لا اصبر على العجله دي تديها سيل دلوقتي تعمل ايه؟ مش هتشيل، ادخلها برنامج 5 ديسكو اللي هي لسه ما حصلهاش ماتيوريشن، واسجل كل الكلام ده مع الداتا بتاعت العجله عشان في الاخر يبقى عندي داتا العجلات كلها، ساعتها هعرف احلل الداتا وهعرف اوصل لايه المشكله اللي كانت عندي. تمام. يعني يا رب يكون الكلام ده وصل وحسيتوه. هو مش دوري ان انا اقول لك كل حاجه، بس انت هتبحث وهتدور بعد كده وهتعمل انت بروتوكول العجلات ده عندك. تمام. لان ده هيرفع لك الكونسبشن ريت، هينقلك في حته تانية خالص لما تبقى طول العجله مظبوط، وزن العجله مظبوط، انا فاحص المبايض كويس جدا جدا جدا، عارف مين اللي حصل لها ماتيوريشن في اليوترس لليوترس وللاوفرز بتاعتها وحجم اليوترس بتاعها وحجم الاوفرز بتاعتها بقت مظبوطه، فاشتغل معاها واديها جرعه بي جي او ادخلها برنامج هتشيع وهتلقح ب 100%. لكن عجله عليها بس فوليكلز وهي واليوترس بتاعها مش فولي ديفلوب، اللي هي انفانتايل يوترس او لسه ما حصلوش الاكتمال التام، العجله دي مش هتعشر، وحضرتك هتلقحها 6 سيمن وهتقول انا جربت 6 سيمن وطلع زي الزفت. لا هو 6 سيمن مش هو اللي زي الزفت، هو قرارك في الاول هو اللي كان غلط.
يعني. ثم بعد كده هندخل في موضوع الحوافر. موضوع الحوافر ده يا جماعة هو أخطر حاجة في المزرعة، لأن لو البقرة مش قادرة تمشي على رجليها هي مش هتقدر تروح تاكل، ومش هتقدر تروح الرحلة بتاعت المحلب اللي بتتعمل كل يوم 3 مرات، ومش هتقدر تقف عشان تبين علامات الشياع. فأصبح دلوقتي الهوف ليجونز عند حضرتك في المزرعة هي علاجها معروف، وكل الدكاترة البيطريين عارفينه، وكل المهندسين عارفين إن يطلعوا البقرة العرق. لكن لو حضرتك مش عندك داتا مفصلة للإصابات اللي عندك في المزرعة للحافر، مش هتعرف تحل المشكلة، ومش هتعرف تراقب الناس بتاعت العرق. لأن أنت يعني مثلا حاجة زي السول ألسر مثلا، السول ألسر دي مفروض أن هي بتاخد من 30 ل40 يوم شفاء، والبقرة مفروض أن هي يعني مجرد ما البلوكة بتتاكل المفروض أن البقرة خفت. طب لو البقرة دي بقى لها شهرين عرق وبقى لها شهرين بتتعالج، ما هو في مشكلة، في مشكلة في العلاج، في مشكلة عندي إن حظيرة العرق انا بعالج بس حاطط البقره برضو في روبه وفي طينه، فدي مشكله. حاجه زي الانترديجيتال ديرماتايتس دي حاجه معديه، طب انت بتعالج وفي نفس الوقت الحالات قاعده بتزيد، يبقى انت بتعالج البقره بس مش بتعالج المشكله على مستوى قطيع، فتفضل موجوده عندك. حاجه زي الوايت لاين ديزيز، في مزارع ما عندهاش اي اصابات حافر غير وايت لاين ديزيز، طب ده سببه ايه؟ ده سببه الكيرفات اللي موجودة والميول اللي موجودة في المزرعة. كل ما البقرة ماشية بتقوم تحمل على طراطيف على الوايت لاين اللي هو الحد ده، فيحصل دبريس لحتة جلة بقى لحتة طينة فتعفن جوه، فتفضل موجودة عندك في المزرعة رغم ان المزرعة نظيفة وأرضيتها نظيفة. حاجة زي الهيل إيروجن حاجة معدية. فالموضوع ده يا جماعة خطير فعلا. في عندنا مثلا الفيشرز دي، المفروض ان حضرتك تبقى عارف ان اصابه زي دي هي اوحش اصابه ممكن تصيب البقره، وممكن تاخد 3 شهور عشان البقره دي تخف. طب لو البقره دي اصلا لبنها قليل ما تمشي بقى، يعني انت معايدها تعمل بيها ايه؟ طب هي عشار، يبقى تعرف ازاي تعالجها صح، وتعرف ان اصابه زي دي بتحصل نتيجه ويفز من الاسيدوزس جات لك في المزرعه، او نتيجه ان البقره وهي طالعه للمقطص، المقطص المفروض يبقى 20 سنتي، انت عامله 30 سنتي ولا 35، فالبقره وهي ماشيه تخبط برجليها في المقطص، او انت عامل درجات بقى ما شاء الله، يعني عامل يعني فاهم، عامل للبقره فاكرها ان هي رامبو بقى هتقعد تتنطط وبتاع ومش عارف ايه، او الستيب اللي هو عشان تنزل تاكل في الفيد بانكر اللي هو بيبقى فيه حته اسمنت، فالبقره وهي ماشيه برضه تخبط هنا حاجه زي كده، فيجي لها اصابات زي دي. فلو الاصابه دي كتيره لا انت عندك مشكله، انت محتاج تعلي الحظيره شويه، محتاج تعلي عند البقر في الحته دي بتبقى معظمها بتبقى متطينه، فمحتاج تحط رمل في الحته دي كل شويه عشان البقر يخش على الطواله على طول، سواء بقى اكزيال هوريزونتال فيرتيكال مش عارف ايه، الحاجات دي لازم تبقى في دماغك وتحلل اسبابها. الديجيتال درماتايتس ده حاجه معديه في المزرعه، طب نسبتها عندك قد ايه؟ طب الريكفري بتاعها قد ايه؟ نفس الكلام الانتر ديجيتال درماتايتس وما ادراك، دي بقى دي حاجه خطيره جدا. الفكره ان الانتر ديجيتال درماتايتس لو انت ما عالجتوش هو هيخف لوحده، هيخف اصابه، بس في بعض الحالات ما بتخفش، فبيحصل مكانها لو ما خفتش وحصل ليها فيرتيكال انفكشن لفوق بتضرب الجوينت الفيتلك جوينت اللي هو الحته دي زي ما حضراتكم شايفينها كده تمام، ويحصل فيها ايه؟ ويحصل فيها انفكشن ويحصل فيها فايبروزس وتتملي بالبص وشكرا، البقره دي مش نافعه، تفضل رجليها وارمه كده.
وتلاقي ناس محتفظه بالبقره دي في المزرعه. انت محتفظ بيها ليه؟ يعني انت بتعذبها، يعني انت بتعذبها، ما تمشي. عشار تحطها في حته نظيفه وتحاول تعالجها بانتي انفلاماتوري، كل شويه تديها انتي انفلاماتوري، كل شويه تنظف لها، تحاول تنقذها. لكن انت يعني الفليجمون سبت الانتر ديجيتال درماتايتس ده مضرب فوق، عمل لك ناسور وصل لغايه اخر الفيتلوك جوينت، ولا لا وصل لغايه الجوينت اللي فوق ده، مصيبه سودا. الفايبروما، ودي بقى يا جماعه اول حاجه انا ببص عليها على فكره لما بدخل المزرعه، ببص على البقر الاقي البقر بيمشي عادي، بس في مكان للفايبروما ده. عارفين ده معناه ايه؟ ان هو جاله انتر ديجيتال درماتايتس واتطور وحصل، خلاص حصل فايبروزس وحصل فايبروما في الحته دي. شكرا. يبقى انت كده ما بتعالجش اصلا الانتر ديجيتال درماتايتس، وتسيب البقر هو بيعمل ريكفري مع نفسه. لكن لو انت معالج صح وطلعت البقره دي واديتها مضاد حيوي، او اديتها او نظفت لها على الاقل الحته دي وحطيتها في حته نظيفه ومنعت انتشار الميكروب ده عندك، وظبطت حوض المختص بتاعك، مش هتلاقي المنظر ده. انا ما بنزل مزرعه باخد لفه كده على الطواله وببص على رجول البقر، لقيت الفايبروما دي موجوده في النص، تمام. ستروبري فود وبرده نفس الكلام ده يا جماعه، دي حاجه انفكشس، وهي برده نتيجه ان انت ما عالجتش الانتر ديجيتال درماتايتس او الديجيتال درماتايتس. الهايبر بليجيا ده برده نتيجه الكلام ده. فانا لما بدخل مزرعه والاقي بين رجول البقر الاصابات دي، بعرف ان المزرعه دي ما فيش حد فيها بيعمل لوكوموشن سكور. طبعا السول ألسر، ودي اصابه، بس اللي تحت دي اللي على الشمال دي، دي تو ألسر، اللي على اليمين دي سول ألسر، ودي طبعا اصابه بتبقى منتهى الالم للبقره، بالذات التو ألسر بتاخد فتره في العلاج ولازم يركب لها بلوك. ولو هي كتيره في المزرعه، اؤكد لك ان حصوايه واحده في الممر بتاع البقر، البقر رايح وجاي عليه كل يوم للمحلب، تضرب لك البقر كله اللي في المزرعه. فالموضوع ده مانجمنت البحث، لان الناس كلها لازم تشترك وتبقى خايفه على البقر اللي عندها في المزرعه. الوايت لاين ديزيز، وزي ما قلت لحضرتك البقره المفروض ان هي ما تمشيش في مش مغاره علي بابا. بص تلاقي تحس ان البقره ماشيه في ايه، في فيديو جيم، قاعده تخش يمين وبعد كده مش يمين تكسر شمال، وبعد كده من الشمال تكسر يمين، وبعد كده تخش المحلب وتحلب، وهي طالعه من المحلب تقوم جسمها يتقسم نصين كده، تحس البقره عامله كده. ده ظهرها، ده ديلها من ورا وده وشها. فهي لما بتعمل الحركه دي كده وعقبال ما تفرد نفسها، ده بيبقى سبب الوايت لاين ديزيز. فده دليل على كفاءه الانشاءات اللي عندي في المزرعه. شفت حاجه هايفه ازاي؟ وحضرتك بتروح تجيب واحد او يعني بخش مزارع ابص الاقي اصغر مدين عامل صغير، واد لسه ما شافش الدنيا عنده 14 سنه، يروح مسكك العرق، مع ان العرق ده المفروض اقدم دكتور واقدم مهندس في المزرعه يبقى مسؤول عنه. فده اللوكوموشن سكور دكتور حامد يعني طلبه المره اللي فاتت، واللوكوموشن سكور ده لازم يتسجل على السيستم عندك في المزرعه، ان هو اتعمل لبقره في المزرعه. المفروض البقره وهي ماشيه ظهرها مفرود، وهي واقفه ظهرها مفرود، البقره دي سليمه تمام. بس حط في بالك السن، بس في بقر بيبقى مسن شويه فبتلاقي ظهره متني، فيعني تمام. في لوكوموشن سكور 2 اللي هي واقفه بتبقى ظهرها مفرود وزي الفل، بس اول ما تمشي تبص تلاقي ان ظهرها اوس، وهي دي البقره اللي معموله عشان خاطرها اللوكوموشن سكور اصلا، لان دي هتلاقيها لسه في بدايه العرق. فمجرد ما هتطلع وهيعمل لها تقليم بالدكتور او الفني الفاهم يعني ايه تقليم اصلا، مش بيهمبك ومش بيعك، انقذ البقره دي، انقذها من اصابه بعد كده. ثم بعد كده في اللوكوموشن سكور 3 اللي هو وهي واقفه ظهرها متني، وهي ماشيه ظهرها متني تمام. وهتلاقي الدوكلوز ده اللي هم الظلفين اللي ورا دول اللي متعلقين من فوق دول، بتلاقيهم بيختصوا في الارض، لان هي مش قادره تمشي على رجليها، فبتحمل على الرجل الثانيه. فالبقره دي اصلا هي ليم، فمجرد ما حضرتك تكتشف ان عندك بقر ليم، يبقى كده العامل اللي بيجيب البقر من المحلب
ما بيش شايف شغله، في بقر عرج وما بيبلغش عنه. العمال بتوع البيطري بتوعك اللي بيلفوا على بقرة بقرة كل يوم ما بيجيبوش العرج، تمام؟ او البقر ده بياخد اوكي من العرج وهو ما خفش اصلا من العرج عشان يطلعه من الحظيره وخلاص. فشفت ازاي كل سكور مهم، وعشان كده الكوموشن سكور ده اللي بيعمله المفروض اقدم الناس المخضرمه في المزرعه، هم اللي بيعملوه. مش تروح برضو للاسف برضو المزرعه تروح تنقي مثلا الدكتور لسه متعين اول امبارح وتقول له بص امشي هتلاقي البقره مفروض ضهرها ومش عارف ايه، دي الكوموشن سكور وان ما تجيبهاش، ودي مش عارف ايه. لا ده المفروض واحد في منتهى الكفاءه وفي منتهى مخضرم عشان يعمل الكوموشن سكور ده، لانه بيقول لك حاجات كتيره جدا. الداتا اللي طالعه هي مش اهميه الكوموشن سكور، هو الكوموشن سكور وكم بقره اللي هتطلعهم عرق تشتغلهم وكم بقره اللي محتاجه تقليم هتطلعها وتقلمها. الكوموشن سكور بيديك دليل على حاجات في المزرعه، خبايا في المزرعه محدش هيعرفنا غير لما يتعمل السكور ده، عشان ما فيش حاجه متسابه للظروف. ثم الكوموشن سكور ده لو انا وانت شفناها مش هنختلف عليها ان هي عرج، هي عرج وغالبا دي بتبقى حظيره العرج يعني. والكوموشن سكور 5 هي كده. النهارده الجلسه بتاعتنا خلصت، بس انا عايز افرج حضراتكم حاجه. دكتور احمد، دكتور احمد يا دكتور معاك، هو انت هتقدر تدخل عندي انا على الكمبيوتر ولا ما تقدرش؟ اقدر ادخل. طب انا عايز حضرتك تديني شير الشاشه وانا هاخد اكسس. ماشي يا دكتور يلا. يعني انا عايز حضرتك تفرجنا على اليونيفورم اجري تقرير العرج، او لو عند حضرتك يعني تفرجنا تقرير العرج وازاي نحلل الداتا بتاعه العرج، ويعني تكلمنا اكتر يا دكتور. تدينا بس يعني ادينا من حبك تمام وحنانك وعطفك. ده برنامج اليونيفور، المفروض ان احنا عندنا تقرير شامل خاص بالعرج الاول، على افتراض ان المزرعه بتسجل الحالات بتاعتها، فبالتالي احنا بنخش بقى كده ناخد التحليلات بتاعت العرج اللي موجود عندنا. عندنا الليمنس اناليسيس، اول ما بنضغط على التقرير ده بيبدا ان هو يحمل. المفروض ان هنا تقريبا الداتا اللي عند حضرتك يا دكتور مش متسجل فيها ليمنس، فخلينا نرجع ورا. غالبا مفيش داتا عندك، فخلينا شاير الشاشه عندي. شاير يا دكتور احمد واعمل اللي انت عايزه، وادينا برضو الرضاعه دي، يعني ادينا كل اي حاجه حضرتك عايزها. هو بس عشان الوقت متاخر فممكن نكتفي بحته ماشي الامنس. ماشي تمام. الشاشة كده ظهرت. انا هقفل الفيديو عندي عشان يعني ماشي، عشان اسيب لحضرتك بس مجال. تمام. وهنا في الاول بيقول لي الاند ديت. الاند ديت ده التاريخ اللي هيرجع بعده او قبله مده سنه عشان يجيب لنا حالات العرج اللي احنا هنختارها دلوقتي. فانا اختار مثلا ان انا عايز اشوف الحالات الهوف انفكشن والليمنس كيسز والليج انجري الهوف امبيتويشن. ممكن اعلم على سيف سيتنج لو انا محتاج ان انا كل ما ادخل على التقرير ده يظهر لي بالاعدادات دي عشان ما اضطرش ان انا اختارها كل مره. في الادفانسد لو انا محتاج ان انا اظهر النيم او اظهر اي حاجه تانية، بس طبعا مش هحتاج ده دلوقتي. اضغط على اوكي هيبدا التقرير ان هو يحمل معايا. اول حاجه عندنا تابتين، في الليمنس اناليسيس وفي الليمنس اناليسيس اوكورنس، ده معدل الحدوث بتاع الحالات اللي موجوده عندي في المزرعه. فاول حاجه هنا انا عاملها بالمانس عشان اشوف الحالات عندي متوزعه ازاي في الشهور على مدار السنه اللي احنا رجعناها هنا. فعندي كل سنه كل شهر بيجيب لي كان عندي كام حاله اتسجلت وكم حاله من الحالات اللي اتسجلت دي اتكررت معايا في الشهر ده. يعني كان عندي هنا 3 حالات في شهر يناير واتكرر منهم حالتين، وبعد كده بيجيب لي نسبة العرج على المحور الرأسي كانت قد ايه من القطيع. كان عندي 6% من القطيع، دي مزرعة صغيرة، و 4% اتكرروا من 6% اللي هو الحالتين اللي احنا اتفقنا عليهم. بقدر ان انا طبعا الحالات دي ممكن ان انا اعمل جريد
لو انا مش حابب ان انا اشوف رسم بياني، لان اغلب الناس ساعات بتخاف من الرسم البياني او كده، بس هو بيوضح الاصابات عندي بتكتر في اهل شهر، فممكن عن طريق ان انا اعرف ايه اللي بيحصل عندي في المزرعة في الفترة دي بالذات. يعني دي في شهر 2 هنا كان عندي حالات عالية، دي ايه اللي كان حاصل بالظبط؟ كنت دخلت نقلة رمل مثلا كان فيها حصى، في حاجة اتغيرت في المحلب، ايه اللي حصل بالظبط؟ فارجع اشوف الداتا بتاعتي كانت عاملة ايه في الوقت ده. لو انا مش عاجبني العرض ده ممكن اعرضها كجريد هنا، بيبدأ يجيب لي الحالات وبيجيب لي رقم البقرة والديت اللي اتسجل فيها الكيس دي، ديسكريبشن كانت ليمنس كيسز وكانت ليج انجري على حسب ما انا عايز. لو احنا جينا فلترنا بالنمبر، جبنا مثلا الارقام، ممكن تلاحظ ان في اكتر من رقم متكرر هنا، مثلا تسجل لها اكتر من حاله هنا. وعندي هنا لو في اي تعليق اثناء تسجيل الحاله، دي ميزه كويسه قوي، ان انا مثلا لو محتاج ان انا اضيف تعليق ان كان في مثلا اي حاجه تانية اضافيه ان انا اعطيتها علاج او كده، ممكن ان انا اضيفها هنا، او معامله خاصه للحاله ديت. الكوفينج ديت ديزم ميلك وريبيت، الحاله دي اتكررت كام مره بنفس العرض اللي اتسجلت بيها. خلينا نرجع للجراف تاني. عندنا باي مانس اوف كوفينج في شهور الولاده، برضك بيجيب لي الحالات بيمثلها لي. في عندنا باي دي سينس كوفينج، وفي عندنا باي لاكتيشن نمبر عشان اشوف توزيع الحالات عندي. عندي اكتر موسم في حالات زياده الموسم الخامس، وبرضك لازم ناخد في بالنا ان بعض حالات العرض بترجع للتغذيه، خصوصا فيتامين بي، وطبعا في برضك السيلينيوم والكلام ده. فممكن تبص على التغذيه لو انت عندك العرق كبير في المزرعه ومنتشر في جميع المواسم. لاتست ميلك ييلد، طبعا كل ما البقره زاد الانتاج بتاعها، الابحاث قالت ان البقر كل ما بيزيد الانتاج بتاعه، البقر الاكثر عرضه للتعرض للعرق بيكون البقر اللي هو انتاجيته عاليه. باي ستيتس، البقر الاوبن، عندي اكتر بقر بيتم الاصابه فيه بالعرق في المزرعه ديت، وده برضك محتاج ان انا ابص على التغذيه، لان البقر اللي هو الفريش قصدي او الاوبن زي ما احنا بنسميه هنا، ابص على التغذيه بالذات في فتره الترانزيشن بيريود هنا، شوف كان موجود فيه ايه بالظبط، بحط سبلمنت كويس ولا لا، اشوف الدنيا بتاعتي هنا عامله. هنا طبعا سيرفيد الملقح، بريجننت نون بريجننت بارين او استبعاد، والدراي هنا برضه. بعد كده عندنا التابة التانية. في نقطة تانية مهمة هنا، ان انا ممكن افلتر بمرض تاني. يعني انا مثلا ممكن بجانب ان الحالات اللي انا اخترتها في الاول، ممكن اختار ان في نفس الوقت كانت مصابة بمرض تاني. يعني مثلا كان عندها ميلك فيفر، حالة عندها عرق وعندها ميلك فيفر، كل الحالات الصحية اللي عندي في المزرعة متسجلة هنا. اكيد الكيتوزيس كده يا دكتور، ادخل على الكيتوزيس. كيتوزيس، خلينا نبص على فوق 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 سنة. فوق. ايوه هو. هو ممكن تلاقيهم هنا ما سجلوش الداتا صح، زي ما احنا قلنا برامج الرعايه والمانجمنت عموما اهم حاجه فيها ان انت تدخل البرنامج داتا صح عشان تعرف تطلع داتا صح. لان الناس بتبقى مهمله في حته ادخال الداتا، واللي هو بيتعامل معاك كانه شيت، لكن هو هيدرك اهميه ده لما يتعرض لمشكله وتيجي ان انت تحلل الداتا. اول حاجه الاستشاري بيبص عليها، بيبص على الداتا اللي موجوده عنده في المزرعه، يبص هنا يشوف هو ليه هنا زيادة عن هنا، ليه في شهر 2 حصل ده، يراجع المانجمنت بتاعه. ليمنس اناليسيس اوكورنس، ده خاص بتكرار الحالات اللي عندي، او الحالة اللي عندي بتطلع او بتطلع امتى وليه بتتكرر الحالات عندي. ممكن يكون السبب ان الهوف تريمر اللي شغال معايا اصلا بيعالج الحالات غلط، لان احنا شفنا ده كتير، ان الناس بيبقى عندها دكتور شغال في المزرعة ودكتور خبرة وبيتعامل مع الحالات غلط اصلا، او ضغط الشغل على الدكتور كبير، الدكتور اصلا وراه علاجات وراه حالات صحيه وراه ان هو يسجل الداتا، فبيشتغل بعنف شويه مع البقر، لان الناس اغلب الناس بتبقى مفكره ان او ما هو فيش زناقه اصلا يا دكتور او احمد. ما فيش زناقه بالظبط، فهو بيجي يعالج حاجه بيضر البقره، يعني بيصلب لها اصابه تانية. وشفنا كتير ان البقر اصلا في حاله ان ما فيش زناقه تخش البقره تتعالج من ليمنس، يجي لها ديستوكيشن، فانت خسرت البقر. تمام. فعندنا هنا الحيوانات في المواسم بتاعتها، عندنا اكتر حاجه كان عندنا الموسم الاول هنا كان عندنا 22 اصابه
فيه بنسبة 61%، دي بلوى. طيب عدد الحالات اللي اتقررت، لو الحالة اتقررت في نفس رجل بيديني هنا ان هي اتقررت مرة، لو اتقررت مرتين في نفس رجل بيديني اتقررت كام حالة اتقررت مرتين، ثلاث مرات، اكتر من ثلاث مرات. ريبيتد كيس، لو اتقررت في نفس البقرة بس في رجل تانية بيديني الحالة بتاعت. طبعا كل التقارير دي اقدر ان انا اطلعها، يعني انا لو ضغطت على سامري هيبدا ان هو يجيب لي هنا التقارير بتاعتي دي. التقارير دي احنا صاحب المزرعه بيبص عليها بيشوف الناس اللي عنده شغاله صح ولا غلط. لو انا جيت بصيت هنا مثلا على لو انا جيت عايز احلل الداتا دي بشكل اكتر، انا جيت هنا مثلا جبتها كده وجيت عايز اشوف انا عندي كام حاله خاصه بالليج انجري، هلاقي ان عندي ثلاث حالات اقدر ان انا ابص عليهم كده. خش على كارتة البقرة ابدا اشوف الحالات الصحيه اللي اتسجلت لها واشوف هي خدت علاجات ايه بالظبط في الحالات الصحيه اللي اتسجلت لها. في تحليل تاني خاص عندنا بالهيلث والتريتمنت، عندنا الهيلث ريبورتنج. لو انا جيت ابص عليه ورجعت بالتاريخ بتاعي لفتره مثلا كده وضغطت كود اجيب التريتمنت كده، هيبدا يجيب لي العلاجات اللي عندي وتكلفه. هو بس يا جماعه البيبي بس اللي بيعيط ده يا جماعه، ممكن ده تعمل إيه؟ ميوت، ممكن تعمل ميوت يا دكتور محمد، مش عارف اعمل حاجه بقى، كله من عندك انت يا دكتور احمد. هو سكت خلاص اهو، ربنا يخليه يا رب والله ويحفظه، طبيب بيطري صغير شكله. طيب لو انا جيت هنا في الكاتيجوري واخترت ان انا عايز الحاجات اللي صابت الرجل بس، فنبص عليها كده في الفود اند ليج، فانا هجيب الحالات اللي اتصابت خلال الاشهر اللي انا عايزها دي. ده تقرير بقى مفصل عندي هنا، عندي هنا رقم البقره، الكوفينج ديت، اللاكت ديزل ميلك، الديلي ميلك ييلد عشان اشوف انتاجيه اللبن بتاعتها. ممكن ابص على التقرير ده بحيث لو انا شايف ان حاله كرونيك اقدر ان انا اشوف كل البيانات اللي اقدر اعتمد عليها في استبعاد البقره دي لو هي خلاص ملهاش علاج معايا. الستيتوس، الليمنس كيس، والكوست بتاع الكيس، كلفتنا قد ايه. عندنا البرنامج هنا مقسم الكوست لثلاث حاجات، عندنا الهيلث كوست، ده تكلفه تسجيل الحاله الصحيه، يعني لو انا بجيب هوف تريمر من بره المزرعه والراجل ده مثلا بحاسبه بالحته مثلا، هم هنا ما عندهمش هوف تريمر بيجي بره المزرعه فعندهم العامل شغال عادي خالص. تريتمنت كوست، دي المصاريف الخاصة بقى بالشاش أو بالبلوك اللي بتركب اللزق المصالب الكلام ده كله. وفي الميديسن كوست، دي العلاجات بقى، لو أنا عطيت معاها أنتي انفلاماتري، عطيت تراكسين زي ما أنا حابب، بيجمع لي التوتال الكوست بتاعي هنا، هي البقرة دي جابت قد إيه. لو تلاحظ إن في البقرة متكررة هنا أكتر من مرة، فبالتالي هي اتعالجت أكتر من مرة في تواريخ مختلفة. طبعا البرنامج بيدينا حته الكوست بجانب كل حاجه. طبعا لو هو بيسجل اللوكيشن كمان هيقول له اهني رجل سجلت فيها، لو عنده اي تعليق يقدر يكتبه هنا. بس طبعا زي ما انا قلت ده بيعتمد على الناس اللي شغاله في المزرعه واهتمامهم بالداتا اللي موجوده عندهم. اخر حاجه ممكن نتكلم فيها البادي ويت اناليسز، زي ما دكتور محمد اتكلم البادي ويت اناليسز هنا بيرسم لنا لكل حيوان نقطه، وعلى المحور الافق تحت الايدج العمر بتاعه، وبعد كده البادي ويت، وبيرسم لنا كيرف هنا خاص بالحيوان اللي موجود عندنا، وده تاريخ التسجيل. المهم في الكلام ده كلته اللي انا اقدر اشوف بالجريد، اقدر اشوف الكلام ده، رقم الحيوان، ميل، الستيتوس، بعد كده الايدج، البريد، بريفيوس ويت، ده الوزن السابق للوزن اللي انا هسجلته، البادي ويت كان قد ايه في الوزن الحاليه، والبريدكتد لو انا بسجل اوزان صح هيبدا يحط لي البريدكتد الوزن المتوقع بناء على الديلي ويت جين للاوزان السابقه، ان هو المفروض اللي دكتور محمد اتكلم عليه ده المفروض يبقى ايه دلوقتي. بعد كده الديفيشن، معدل الانحراف عن الوزن اللي المفروض كان يبقى بريدكتد. بعد كده الديلي ويت جين، ده معدل اكتساب الوزن الجامد عملاقه دي، والاوفر اول ديلي ويت جين ده خلال عمره كله، ولو بسجل بادي كونديشن كمان هيظهر لي في الخانه دي. لو احنا جينا رجعنا على الويت اناليسيس لليونج ستوك، وده اللي اغلب الناس بتهتم بيه، هو هنا بقى مقسم 24 شهر
وكل وزنه بيديني كان فيه ايه بالظبط. مقسمها يانج ستوك ومقسمها هيفر، والهيفر التقييم مفصل شويه عشان تشوف الحاله بتاعتها ايه، كانت بريجننت، عشار، كانت ملقحه، وهكذا. الافريج جروس في السنه الاولى للهيفر والسنه الثانيه كان بمعدل الزياده، والايج ات فيرست انسيمينيشن اللي الدكتور محمد اتكلم عليه في الكي بي ايز، وبعد كده الجزء مقسم الفيرتيليتي لثلاث حاجات، الايج ات فيرست انسيمينيشن والوزن عند اول تلقيحه وخدت كام تلقيحه لحد دلوقتي، والكوفينج ايج العمر اللي المفروض اللي هي هتولد عنده. زي ما احنا شايفين هو هنا بنتكلم في من يعني في حاجات مع وصل لل 30 وده وحش 31، بس احنا بنتكلم من 22 ل 24. بعد كده 305 برودكشن والاس بي بي، وده حاجه تانية خالص، ستاندرد بيج برودكشن ممكن نبقى نشرحها في وقت تاني. بعد كده عامل لي تقرير سامري هنا لاقل من 12 شهر العمر، عدد الحيوانات، كوفينج ايج، ايج ات فيرست انسيمينيشن، تقرير ملخص لحاله الهيفر كلها. بقدر باستخدام الداتا بتاعتي انا اقدر ان انا احدد انا بكسب او بخسر او ايه الدنيا بالظبط، بجانب طبعا اللي احنا عندنا حاجه تانية هنا خاصه بال، لو احنا جبناها هنا هيدن بروفيت، دي حاجه ادفانسد شويه بس خلينا نقول نبذه صغيره عنها وبعد كده ممكن نبقى نشرحها بعدين. ده الهيدن بروفيت، ده مديول بيقول لك انت ممكن تكسب قد ايه لو عدلت الكي بي ايز بتاعتك في المزرعه. فعندنا مثلا احنا في الشهر ده بقول له من الشهر ده لحد شهر كام، هنا اقدر اختار اللي انا عايزه، ارجع بالشهور او كده، بيجيب لي الريلايزد، دي الداتا اللي كانت اللي موجوده عندي في المزرعه بالفعل في الشهر ده. بقدر ان انا اعدل في الحاجات بتاعتي، اقول مثلا لو انا زودت البريدكتد كوفينج انترفال انا المفروض ايه اللي هيحصل عندي بالظبط، يعمل لي ستيميوليشن للداتا، الرقم ده هتلاقيه بيتغير بالظبط، انا هكسب او هخسر قد ايه. المديول ده هيتعدل، هو طبعا بيدعم الزياده بس حاليا ما بتقدرش تنزل عن كده. هو اتعدل في الاصدار ده، ان هو انت بتبدا تحط الارقام بتاعتك وعلى الاساس ده بيقول لك انت ممكن تكسب قد ايه او تخسر قد ايه في المديول ده، ممكن نشرحه وقت تاني. في حاجه تانية دكتور محمد محتاج ان احنا نقولها سريعا؟ لا دكتور احمد، ده انت يا باشا، ده انت مانجر. معلش لو كنت بتكلم بسرعه بس يا باشا. لا 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 انا عارف، انا عارف احنا بقالنا ساعه ونص بنتكلم يعني فاهم، اصلا زمانه في الاوقات ما عندكوش شغل بكره ولا ايه يا جماعه؟ يعني لو حد عنده اسئله تحت امركم وان شاء الله. في حد بيسال على الفود باس، الفود باس تقريبا دكتور محمد انت جبت السيرته تقريبا. لا ما هي في محاضره في العرج يعني هتتقال، بس عامه يعني. طب ايه السؤال على الفود يعني؟ هو بيسال على الفود باس، يعني اعتقد ان هو قصده يتعمل بايه والروتين بتاعه يكون كل قد ايه مثلا. الفود باس يوميا هو على حسب التكلفه اعتقد دكتور محمد، يعني يوميا هيضطر يحط. طب وتكلفه البقره بقى يعني شويه 10% كبريتات لكل 300 بقره، ولا حضرتك تقعد تعالج بقى في حالات كل يوم والمزرعه عندك تبقى مش يعني. طبعا هو يوميا مره بكبريتات، مره بفورمالين، مره ب 10% فورمالين او 8% فورمالين، ومره ب 7% كبريتات، 6% كبريتات، على حسب برضو الاصابات عندك. طبعا برضك يا دكتور الانشاءات بتاعه الفود باس بالذات، لان الناس بتعمله زي حوض البقره ما بتخطيش فيه خطوتين بالظبط، فهي لازم البقره تعدي فيه بالظبط، ولازم اصلا يبقى فيه قبل الفود باس ده يبقى فيه مغطس تاني ميه بس عشان البقره تغسل رجليها قبل ما تدخل على الفود باس، عشان ما يبقاش فيه جله ويبقى بالظبط. طبعا يا دكتور احمد بيبي والله دكتور محمد. في حد كان سأل على البرنامج اسمه يونيفورم أجري، هو برنامج هولندي خاص بإدارة القطيع، هو موجود في مزارع كتير في مصر. البرنامج مدفوع وهو احنا وكيله شركة فور جيناتكس في مصر، اللي محتاج حاجة ممكن يتواصل معايا لو محتاج يعرف تفاصيل عن البرنامج أو السعر أو كده.
صحيح صحيح يا دكتور محمد. برنامج اصلا ما ينفعش مزرعه تمشي يا جماعه من غيره، لان يعني انت لو ما عندكش داتا زي ما قلت لك، ما عندكش داتا مش هتعرف اصلا تدير، مش هتعرف تعمل اي حاجه في القطيع عندك. بالظبط. ولو اتسالت سؤال مش هتعرف تجاوب عليه، خصوصا ان انت عندك كي بي ايز كتيره جدا جدا جدا، وعندك بروتوكولز كتيره جدا جدا. يعني مثلا حاجه، بس اخر حاجه عايز اقولها، موضوع العرق ده، لو حضرتك لقيت العرق عندك اول 100 يوم زايد وعندك سول ألسر كتير، فده معناه ان انت شور 100% انت عندك كيتوزيس في القطيع ده، لان الكيتوزيس بيسحب الدهون اللي موجوده في البقره. ففي حاجه اسمها الفود باد موجوده في رجل البقره من تحت، دي بتشتغل فات باد. الفات باد دي هي اللي بتمتص الصدمات بتاعت الرجل، فلو في كيتوزيس الفات باد دي هتسحب، فالنافيكولار بون هتضغط على السول، هتعمل لحضرتك سول ألسر، وفي الاخر انت مش عارف حاجه زي كده، ومش محلل حاجه زي كده. فلو ما حللتش مش هتعرف تعالج المشكله، وهنفضل في نفس الازمه، وهنفضل في نفس الموضوع. يعني انا شايف ان كده يا جدع انت صدعت دكتور محمد على وقتك، وان شاء الله الدكتور محمد هيرفع المحاضره على القناه وهيبعتها على الجروب باذن الله. ان شاء الله شوف بخير يا دكتور. ان شاء الله. شكرا يا جماعه لكل حضر، وشكرا ليك يا دكتور احمد على يعني النبذه الجميله دي، وشكرا لكل اللي سهر معانا، وتصبحوا على خير، واستودعكم الله، وربنا يحرسكم ويحميكم، وشكرا ليكم. سلام.